نقول لك نشرفوا الكره الجزائريه وكميه القان ان شاء الله. ستعيدون الكاس لنصر حسين باذن الله. انا هنا باش كما نقول لك اليوم نصر حسين ده يحتفل بالكاس الثاني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. صدام ايضا معي سيدخل طبعا اساسيا. صدام كلمه على النهائي. نشكر على الجمهور اللي جا اليوم بقوه. ان شاء الله ان شاء الله تكون فير بلاي مليح وان شاء الله نديروا احنا اللي علينا ان شاء الله واللي ميرقى ان شاء الله. ان شاء الله نهنيه لانه تزوج عنده 15 يوم فقط صدام في هذا النهائي الكبير. طبعا فرحه كبيره ستكون في هذا النهائي بين المولوديه وبين النصريه، فلمن ستكون الكاس بلال؟ طبعا ليلى صدام حمزه سبق وان توج بطعم هذه المسابقه مع فريق مولوديه الجزائر، وفي مباراه خاصه شانه شان فريق كريم غازي الذي توج بها مع المولوديه ويريدها مع النصريه. فيها اربعه لاعبين على ارضيه الميدان عبد النور خسروا نهائي كاس الجمهوريه الموسم الماضي مع فريق امل الاربعاء. صحيح بلال، يعني من جانب نصر حسين داي هو اللاعب صديقي هو صدام، ومن ناحيه مولوديه الجزائر مقداد هو اللاعب قاسم، يعني زوج لاعبين من هنا وزوج لاعبين وكلهم كانوا في امل الاربعاء، واليوم يعني رايحين ينشطوا لها النهائي الثاني على التوالي، وهذا شيء جميل بالنسبه لهذو اللاعبين. طبعا واكيد انه لاعبين سيخسران النهائي للمره الثانيه على التوالي، ولكن هذه هي كاس الجمهوريه. طبعا معالي الوزير الاول السيد عبد الملك سلال سيتوجه الى خط التماس لتحيه اللاعبين طبعا قبل بدايه هذه المباراه التاريخيه، والمباراه التاريخيه طبعا بالنظر لانها الاولى بين الفريقين على هذا المستوى في نهائي كاس الجمهوريه، ولو انهما سبقا وان توجا في السيد الكاس سنه 76 لما توجت المولوديه بالثلاثيه التاريخيه واقصت النصريه بضربات الترجيح بعد ان انتهت المباراه بالتعادل السلبي 0-0. النصريه اعادت الكره لما توجت باخر تتويج لها سنه 79 وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي. هل ستنتهي اليوم بتعادل ام انه المباراه تحسم في 90 دقيقه وربما تمتد الى غايه ال 120 دقيقه؟ المهم انه البساط الاخضر جاهز لاحتضان مباراة عبد النور. يعني كل الظروف مهيئة لفعل مقابلة في القمة، يعني حتى كما تكلمت بلال أن البساط راهو في مستوى عالي، نظن مع اللاعبين إلا يقدموا المردود المطلوب منهم إن شاء الله. المردود المطلوب منهم على أرضية الميدان تقديم فريق نصر حسين داي طبعا الذي ربما مقارنة بفريق مولودية أخيرا المولودية تلعب النهائي الرابع لها، توجت سنة 2006 و2007 وخسرت قبل موسمين أمام اتحاد العاصمة هنا 2013، وفازت أمام شبيبة القبائل بملعب مصطفى تشاكار. هل سيكون العودة أحمد؟ طبعا نحن نتمنى التوفيق لكل فريق يقدم الأداء والسيد الكاس. لا مفاجأتها يا ليلى. فعلا ومفاجآت سيد الكأس لا تحصى ولا تعد بلال، لأنه يقال دائما البطولة تلعب لكن كأس الجمهورية عفوا لا تلعب. هي مباراة كل الطرق مؤدية لسبيل واحد، يجب أن تفوز بها فقط. ليلى أنت موجودة في كرسي احتياط نصر حسين داي وهشام موجود في كرسي احتياط فريق مولودية الجزائر، والمنافسة بينكما من سيفوز بالأخير؟ والله نتمنى طبعا الروح الرياضية هي الفائز الأكبر، وكلا التشكيلتين بمعطيات ربما تؤيد فريق على حساب آخر، لأن النصرية من حقها اليوم أنها تفوز بالكأس الثانية في رصيدها، من حقها أنها وكأنها تحس لما تتحدث مع أنصار حسين داي. ليلى هشام ماذا يقول عن فريقه؟ كلمة فقط هشام. عندما تنطلق المباراة، لأنه فريقي اسمه مولودية الجزائر، بلال في عرفنا احنا الجزائريين نقولوا السيد الكأس تختار، ولكن أرضية الميدان هي الفيصل. لكن بلال نعم ليلى، يقال نصر حسين داي ما فهمتلكش الفكره انه تشعر لما يتحدثوا على كاس الجمهوريه وكانه من ضيع ابنه وما شافوش 34 سنه، فهمتني؟ في اخر نهائي لعبته النصريه سنه 1982 امام دي ان سي او ديناميك بناء الجزائر، ويقال بانه بسبب مشاركه المنتخب الوطني ونجوم النصريه توجهوا لمونديال اسبانيا وبالتالي فسحوا المجال بلال، وبسبب بوتلجا ايضا فعلا. وحتى بلال ان الفريق اتحاد البناء كان من احسن الفرق في الجزائر فعلا.
نصر حسين داي الذي انهزم أول في نهائي لعبه سنة 68 في نهائي الحلم، نهائي كبير قيل بأنها كانت مباراة قوية بينه وبين فريق وفاق الصيف، وتلك التي أخرج على إثرها فيلم كحلة وبيضة أو المعروف لدى العامة باسم أساسية، وفاز الوفاق بثلاثية مقابل هدفين. الوفاق اليوم يتربع رفقة اتحاد الجزائر على عرش المتوجين بالسيدة الكاس، هل يتمكن أو تتمكن المولودية من اللحاق بما أن في رصيدها 7 ألقاب كاملة، أم أن النصرية تعود لمعالقة هذا اللقب الذي غاب عنها منذ 37 سنة. لطفي عمروش مدرب شاب يقال بأنه وقال لنا بأنه يعني كان يحلم قبل 3 سنوات لما فازت المولودية بلقب كأس الجمهورية أمام شبيبة القبائل وهو ابن الحي العريق باب الواد، لما مرت الحافلة وهي تقل زملاء جميلي الحارس قال هل يا لطفي يأتي اليوم الذي أكون في رفقة الحافلة وتجول شوارع باب الواد. 90 دقيقة ستكون فاصلة بلال، حتى أنه أتى بابنه واسمه هشام قال سيكون شاهدا علي وعلى تتويج المولودية في هذا الموسم. بلال نعم هو أيضا شعور بوزيدي ليلى النشيد الوطني هنا. الناديين على مدرجات ملعب 5 جويلية بعد لحظات من الآن سينطلق هذا النهائي، وبهذه الصور الرائعة الصور الجوية والملتقطة بواسطة المروحية. ليلى تفضلي أكملي فكرتك. قلت أنه ربما القاسم المشترك بين التشكيلتين اليوم قلتها منذ قليل لسامي نور الدين أنه كل مدرب هو ابن الحي وابن الفريق، يعني المدربان سيدخلان بثوب المناصر. فعلا يوسف بوزيدي فعلاً. هل سيدون اسمه بأحرف من ذهب في سجل سيد الكاس لكأس الجمهورية مع فريق نصر حسين داي؟ هل يخلف المدرب القدير الراحل بحمان عبد القادر رحمه الله وكان المساعد أيضا كلام، أم أن لطفي عمروش المدرب الشاب سيلتحق بقائمة المتوجين؟ سنجيب على هذه الأسئلة بعد لحظات إلى تشكيلتي الفريقين. بمن نبدأ يا سامي؟ بالفريق أو فريق نصر حسين داي طبعا، هي مرسومة أمامكم في حراسة المرمى بوصوف خير الدين، غازي كريم، ولي بلال، لاريدة، محمد، صدام، حمزة، صديقي، بن دبكة، وحدة، شوباني، قاسمي، معول عليه كثيرا المدرب يوسف بوزيدي بن علجية. هذا هو التوزيع التكتيكي لفريق نصر حسين داي على أرضية الميدان. ثلاثي تحكيم هذه المباراة مخضرم، ثلاثي تحكيم دولي يقوده هذا الحكم محمد بن نوزة في ثالث نهائي لو يديره. نتمنى أن لا تكون الثالثة ثابتة من حيث النتيجة، لأنه في النهائيين السابقين انتهت المباراة بتعادل واحد سلبي وآخر إيجابي بهدف لهدف يساعده عبد الحق تشالي ومقران قراري وحوسنية فاروق. تشكيلة فريق مولودية الجزائر بشوشي فوزي بحراسة المرمى، حشود عبد الرحمن، زغدان توفيق، دمو عبد الغني، بشير رضوان، فهم أو قاسم، مادي، قرمي، خالد، مقداد، مالك، قروي، أمير، درار، جواليد، وعواج. سيد أحمد هي تشكيلة المدرب الشاب لطفي عمروش، وهذا هو التوزيع التكتيكي للطفي عمروش. طموح لإرادة في مقارعة خبرة وتجربة مدرب كما قلنا يسعى للعودة بالنصرية، وهو الذي أعاد لها الاعتبار على الأقل هذا الموسم. صحيح. يا عبد النور.
صحيح يعني بلال لما تشوف التشكيلتين يعني ما فيهاش يعني تغييرات كثيره ما عدا فريق مولوديه الجزائر، خروج بوهنا اللي راه في الاحتياط وعوضه بشيري، ودائما يعني المقابلات الاخيره شفنا باللي ما فيش استقرار من ناحيه في المحور الدفاع تاع مولوديه الجزائر، كانت دائما فيها تغييرات عكس فريق نصر حسين داي، تشكيله اساسيه اللي كانت منتظره ونفس يعني اللاعبين في الهجوم وحده قاسمي وبن علجيه. نظن كل مدرب عنده استراتيجيه اللي راح باغت بها الفريق، ونظن راح تكون يعني جس نابض في بدايه المقابله، لكن بعدها نظن نعرفوا فريق مولوديه الجزائر الهجمات المعاكسه، وحتى نصر حسين دي من ناحيه الجرينطا يعني اللعب على استرجاع الكره في اغرب وقت. بلال طبعا نعم، نتحدث عن التغيير المفاجاه هو بشيري، تقربنا من عمروش قلنا ما سير تغيير، قال لك خوفني خاصه في مباراه الديربي، قاسمي وناجي بروفيل واحد، بوهنا خوفني بزاف لذلك اقحمت بشير. طبعا عبد النور له رايه، نظن هشام يعني خوفني يعني هذا الشيء ماشي في وقته، نظن باللي التغيير في المنصب هذا كقلب دفاع يعني شاهدنا ان المقابلات الاخيره دائما كانت بوهنا مع لاعب دم، واليوم في اخر لحظه كاين تغيير، نظن لطفي عمروش هو ادرى بالشيء هذا، لكن المقابله والمردود تاع بشيري هو اللي راح يتكلم عليه الهدف في المقابله. ولو انه لطفي عمروش كما كنا نشاهد قبل لحظات لن يكون وحيدا على كرسي الاحتياط، بان الخبره بما انه الخبره والتجربه حاضره من خلال طارق العزيزي، روح الفريق، روح الفريق نعم هشام، ولكن اذا كانت المولوديه من جانبك تكتسب طارق العزيزي فان النصريه تجد امام هذا المختص بلال دزيري الموجود على الشاشه. بلال نعم ليلى، يقال انه بلال دزيري هو التقني المحنك ايضا، ويقال على بوزيدي انه الحكمه والرجل الحكيم في الفريق. فعلا انا اقول ربما بكل تواضع بلال دزيري الخبره والتجربه فعلا. بلال دزيري صاحب 44 سنه، لعب نهائيات عديده، سجل هنا في نهائي سنه 99 امام شبيبه القبائل رفقه حاج عدلان. بنوزه سيعطي اشاره انطلاق اخر نهائي له يحكمه بما انه 44 سنه طال الله في عمره على كل، واتمنى ان يكون الاهداف هذا الحكم الذي مثل الصافره الجزائريه على اعلى المستويات الدوليه الافريقيه، نهائي تشامبيونز ليج، نهائيات كاس امم افريقيا منذ سنه 2006 لم ينقطع. يا عبد النور ماذا يمكن ان تقول؟ حتى بلال يعني كان في سن صغير، كان 25 سنه لما ادار نهائي البطوله بين اتحاد الحراش واتحاد العاصمه هنا على هذا الملعب. 15 سنه من الخبره والتجربه لمحمد بنوزه كافيه لاداره مباراه من دون خطا ومباراه في القمه. في هذه اللحظات بالذات تنطلق لصالح المولودية وبكل روح رياضية، لعبوا نقطة البداية ورموا الكرة باتجاه فريق نصر حسين داي، ولو أنها إلى التماس فيها نوع من الحيلة. يعني شيء غير مفهوم، الأول كرة يعني لعبت طويلة وراحت للتماس، نظن اللاعبين تاع مولودية الجزائر بينوا يعني الكرة الأولى اللي تلعب الهجوم. فعلا الكرة إلى تماس ثاني منذ انطلاق المباراة 30 ثانية بين النصرية والمولودية في نهائي كأس الجمهورية الثاني والخمسين. المولودية متوجة بسبعة ألقاب والنصرية بلقب واحد وتعود إلى النهائي بعد 34 سنة، فيما آخر نهائي خسرته كما قلنا أمام الدي إن سي، تلعب بسرعة ناحية الأمام هذه الكرة اتجاه قاسمي، الدخول بقوة سيصل عليها قاسمي، تسديدة قوية ما زالت الكرة ريعة ريعة، هذه التسديدة القوية من جانب فريق نصر حسين داي من بن علجية. بن علجية تابع الكرة والتسديدة الأولى من قاسمي رد الدفاع، ولكن بن علجية كان قاب قوسين أو أدنى من إعطاء هذه المباراة منحة ورتم يا هشام ولا في الأحلام. نعم قاسمي إصابة على مستوى الرأس بعد احتكاكه بدمه. فعلا قاسمي دمه مباراة داخل مباراة يا هشام، دمه بخبرة وتجربة، قادم من وفاق سطيف واتحاد الحراج، متوج بلقب أغلى البطولات الإفريقية وأمجدها يا عبد النور، خريج مدرسة الصام المحمدية بريغو. يعني المشوار لعب يعني لعب دمه
بين على المستوى تاعو في وفاق سطيف، يعني من الاحسن اللاعبين في المحور في البطوله الجزائريه. لكن شوف تكلمنا بلال ان الجرينتا تاع فريق نصر حسين داي والبدايه المقابله بقوه، يعني الكره الاولى اللي الثنائيه الاولى راهي فاز بها فريق نصر حسين داي، وكانت تسديده بن علجيه كانت ما كانش محظوظ وكانت خارج الاطار. خارج الاطار، وحتى قاسمي احمد خارج ارضيه الميدان يتلقى العلاج، نتمنوا له السلامه. حتى انصار نصر حسين داي يعولون كثيرا على هذا اللاعب القادم من سكيكدا ولعب في اتحاد العاصمه وتوج بمختلف الالقاب، حتى انهم الفوا اغنيه ليلى قاسمي يا قاسمي ولا كوب فلوساندي. وهو ادرى بالمهمه الملقاه على عاتقه. على عاتقه، يا الكره في الوسط لقاسم مهدي، يا الفتح من هناك لكنها تقطع لانطلاق بهجمه معاكسه لصالح النصريه. تبدو اكثر خطوره مع هذه البدايه استرجاع الكره من مقداد في الوسط، تلعب باتجاه الامام، تسترجع من وليد دير ارجاء. الصراعات الثنائيه ستكون كبيره طويله من زغدان، ولكن مباشره الى التماس. هذه المباراه مباراه النفس الطويل يا عبد الله. يعني شاهدنا لما يضيعوا الكره فريق نصر حسين داي كما تكلمنا بلال انه يحوسوا يسترجعوا في اقرب وقت للكره، وهذا يعني في البدايه كل الثنائيات فازوا عليها لاعبي مولوديه الجزائر. للتذكير النصرية فازت في مباراة الذهاب من الرابطة المحترفة الأولى هنا أمام مولودية الجزائر بثنائية مقابل هدف، وفرضت التعادل في مباراة العودة، ما يعني أنها تملك نوعا ما تفوق بسيكولوجي ونفسي على عناصر فريق مولودية الجزائر. كل هذه الأمور ربما تسقط والأرقام في ظل المستطيل الأخضر الذي بإمكانك أنك حتى الذي لا يعرف ولا يجيد مداعبة الكرة يصبح يعرف. صحيح بلال، يعني كل ظروف مهيئة بالفعل بمقابلة. تكلمت على قاسمي بلال، ما يخفالكش باللي هذا الموسم هداف الدربيات، يعني راح يكون يعني شأنه كبير في هذه المقابلة. عنده 12 هدف قاسمي، 12 هدف، هو هداف الرابطة، هداف وهداف الدربيات فعلا. حتى هشام بامكانه انه يقدم لنا احصائيات لعبه ليلى، لانك تتباين فعلا، لانه قاسمي هو الهداف. هذه مخالفه اولى لصالح المولوديه وستكون خطيره وصعبه على بوصوف. على في منافسه الكاس درجة سجل هدفين، احدهما من ركله ثابته امام اتحاد غرب وهران. فعلا سجلت الثنائيه هشام امام اتحاد غرب وهران، وهما الهدفان اللذان سجلهما الى حد الان منذ التحاقه بالمولوديه. جميله ورائعه ظهيريه. اوه ضاعت هذه الكره، ماذا يطلب مهاجم المولوديه؟ يطالب بركله جزاء، ام ماذا؟ بشيري في مسك يا بلال. فعلا بشيري رضوان، الاحتجاجات على حكم المباراة، هي الإعادة، صراعات الثنائية داخل منطقة العمليات، سنشاهد الإعادة. ليس بهذه السهولة أنه يمنح لك ضربة جزاء في هذه الإعادة. يبدو أنه هشام بشير رضوان هنا الكرة الأولى، ثم من هنا تتضح، لا أعتقد بأنه ما فيه ولا شيء في الكرة الأخيرة. وبشير رضوان حاول مغالطة الحكم بنوزة، ربما حتى أنه احتسب أو تسامح معه نوعا ما في الكرة الأخيرة، وإلا يمنح له البطاقة الصفراء. دخل محمد بنوزة قريب من كل اللقطات، المباراة تندر بأنها ستكون كبيرة، نتمنى أنها ستواصل في هذا الريتم. لعواج سيد أحمد، وجه سيد احمد هذا الحديد من لطفي عمروش مع محافظ المباراه شعبان عبد القادر. في احتجاج مع الحكم الرابع بلال. فعلا ظهيريه ليلى وخروج بوصوف خير الدين الحارس السابق لاولمبي المديه يلعبها بالجهه اليمنى. وجود كريم غازي، ويلة من كريم غازي، التدخل من الدفاع، دمو والتغطيه الدفاعيه مباشرة في خط المنتصف بين عناصر المولودية. زدان يطلبها ديرار جواليد، ديرار جواليد يدور بالكرة ويبحث عن الحل اللي يجده في كورنيا في زدان، يلعبها يواصل ديرار جا، تدخل عليه بقوة، ما زالت الكرة لصالح المولودية من هناك على الجهة اليسرى، والحكم يتدخل مرة أخرى لفض النزاع وإعطاء المخالفة على بن دبكة. بعد التدخل على ديرارجا خريج مدرسة النصرية ابن حي بودواو. نعم بن دبكة سفيان
تتحدث عن ديرارجا بلال، غادر النصرية مكره. تتحدث عن ديرارجا فعلا الى مولودية العلمة، اين قدم اوراق اعتماده، كان احسن لاعب الموسم الماضي وكان احسن مرر، احسن ممرر واحسن هداف، ولكن هذا الموسم علامة استفهام كبيرة. سيجيبنا عبد النور على هذه العلامات الاستفهام وهذه الدائرة، اسمها جورمي هداف الرابطة المحترفة الأولى أو ديرارجا مع مولودية العلمة، ولم يسجل ولا هدف إلى حد الآن بعد هذه المخالفة عبد النور والصعبة لصالح المولودية. في لاعب ما زال ساقط على أرضية الميدان من هناك، حتى اللاعب ساقط بلال هو قاسمي ظننا أنه دائما الإصابة على مستوى الرأس، راح تكون يعني ممكن يكون داخ، لأن التدخل دمه قبل هذا في اللقطة الأولى يعني أثرت نوعا ما على اللاعب قاسمي. يعني إصابتين متتاليتين في احتكاك، وليس إصابة، احتكاكين متتاليين بين دمه وقاسمي. فعلا هذه المخالفة لوليد ديرارجا، وليد ديرارجا ستكون دائرية مباشرة نحو الشباك، كما أنه يبحث عن الرؤوس المتحررة على غرار بشير إردوان اللي صعد الكرة دائرية جميلة لصالح المولودية، والتدخل من الدفاع مباشرة وبقوة عن طريق اللاعب والي بلال في مباراة خاصة هو الآخر لاعب سابق في مولودية الجزائر ومتوج معها أيضا. وحدة انطلق من هناك، وحدة التغطية الدفاعية سريعة جدا في غياب قاسمي، يكون وحدة هذا عواج سيد أحمد يسترجع الكرة تعود لعواج، عواج من يطلب الكرة في الوسط، فتح اللعب على الجهة اليمنى جورمي، جورمي يحتفظ بها، جورمي خالد يطلبها من ديرارجا وليد، جورمي نعم ليلى، جورمي واصل من هناك، جورمي التغطية مباشرة إلى حد الآن إلى التماس 8 دقائق مليحة عبد مليحة، يعني دخول بقوة الفريقين بلال وحتى الفريق مولودية الجزائر يعني بالخطة 4-2-3-1، لكن بعد الكرة في آخر لحظة، قروي كان أمام اللاعب صدام حمزة بقوة، صدام حمزة لا يريد أن يلدغ من الجحر مرتين، صدام حمزة بعد أن انهزم في نهائي الكأس الموسم الماضي أمام مولودية بجاية يريد هذا النهائي للأفراح بحسين داي. هاي الإعادة عبد النور تفضل. يعني الكرة من جورمي إلى قروي، التفطن لاعب هريدة كان في يعني تدخله كان في المستوى، كان بإمكان يعني قروي يلحق على الكرة وتكون الكرة خطيرة على الحارس بوشوف. تكلمنا بلال على الخطة التكتيكية لفريق مولودية الجزائر، لكن اليوم مولودية الجزائر بدون قلب هجوم، يعني شاهدنا اللاعب مقداد دائما يتبدل مناصب هو ودراجة، يعني يكون قلب هجوم ومن بعد يبدل مع اللاعب درجة، عكس فريق نصر حسين داي يعني 4-2-3-1 وقاسمي في الهجوم كالعادة. الكرة لصالح المولودية ومقداد يضيعها مقداد، الانطلاق للاعب بندبكة تعود الكرة لصالح النصرية دائما لوحدة، وحدة يلعبها مع بندبكة من هناك، التدخل من دفاع المولودية مباشرة إلى التماس من زغدان، هذا اللاعب مسجل أو إلى فعلا لصالح النصرية هذه الركنية زغدان، كنا نشاهد آخر من سجل في نهائي كأس الجمهورية لصالح المولودية، ولو أنه من ركنية مباشرة حولها اللاعب ريال في شباك الحارس. هيا كرة لصالح النصرية، الركنية الأولى منذ انطلاق المباراة ستكون عالية، خروج فوزي شوشي قط على الكرة، فوزي شوشي ويربح بعد اللحظات. نور يعني لعب الكرة في ظل انه قاسمي يلعب الكرات العالية جيدا، الكرة لعبت بأرضية ومن الأحد نظن كان يتمنى يلعبها يعني في القائم الأول، لكن تسديدته كانت سيئة وعرف شوشي التقط الكرة وكانت عليه خطأ من طرف هريدة. نظن بداية في المستوى من الفريقين، يعني راهي لقطة بلقطة، وهذا الشيء يشرف النهائي هذا، يعني النهائي اللي احنا مطالبين به حتى اللاعبين أن يكونوا في المستوى، يعني ونشاهدوا مقابلة من الطرفين. يعني شاهدنا يوسف بوزيدي في لحظة هدوء ولحظة تركيز، هي كرة صالحة للنصرية، تسديدة من قاسمي قوية وشوشي في المكان المناسب. كريبازا أول خطأ من بشيري رضوان ابن مدينة تلمسان
يلعب هذه المباراة ولن تكون المهمة اليوم سهلة في ظل تواجد أحدة وقسمي مرعب المدافعين اليوم. خارج الكرة عبد النور. يعني حتى كما تكلم هشام على بشيرين ظن احنا هذا ما نتمناش، لكن المقابله راح تكون صعبه مع مهاجمين كما تكلمت قاسمي بن علجيه والي، يعني لاعبين اللي يحسنوا اللعب يعني في الرواق وحتى في الكره البينيه، وراح يكون يعني خطر كبير على دفاع فريق مولوديه الجزائر لو تكون الاخطاء اللي عملها بشيري كهذه اللقطه الاخيره. يعني بشيري لو تشوف وجهه تفهم المسؤوليه الكبيره وتخوفه من المباراه. ولو انه هو الاخر لاعب نهائيين خسر واحد امام اتحاد الجزائر وفاز في الثاني امام شبيبه القبائل، وبالتالي يملك من الخبره والتجربه ما يؤهله ربما لمقارعه فريق نصر حسين. صحيح بلال، هي الخبره موجوده ولعب يعني معروف، لكن ليزوتوماتيزم حتى المنافسه اللي هذا الموسم ما لعبش كثير بشيري، وهذا اللي نقطه تكلمنا عليه، لكن بشير يبقى لاعب مدافع في المستوى. يعني نتذكر نهائي اتحاد الحراش ضد شباب القبائل، جريش مكان بن عبد الرحمن كريبازا، يعني الهدف خطا استراتيجي من جريش كلف اتحاد الحراش، والهدف اللي هو سجله فارس حميتي. المخالفه تدخل من دفاع النصريه، العوده من كريم غازي مباشره ناحيه الامام. كريم غازي يعني يعني خبرة وتجربة العديد من النهائيات مع اتحاد الجزائر ومع مولودية الجزائر، حتى أنه لعب نهائي كأس تونس مع الدرجة الريالية التونسي وخسره بعدما توج بلقب البطولة مع الترجي الرياضي التونسي. الكرة لمقداد في الوسط، يطلبها عبد الرحمن حشود ولكنه يطلبها قاسم، يلعبها مع قاسم، جميلة من قرمي المراوغة، يفتح اللعب باتجاه عواج ليفضل كرة جميلة من قراوي، ولكن قرمي لم يصل على هذه الكرة، والتغطية الدفاعية من زميله السابق صدام حمزة مباشرة إلى الخمسة أمتار وخمسين. يعني بلال لما تشوف المردود مولودية الجزائر في 14 دقيقة الأولى يعني شيء جميل، يعني فيه تنويع في اللعب، شاهدنا تكلمنا على يعني تبادل المناصب بين مقداد ودراجة، وهذا شيء جميل بالنسبة لمولودية الجزائر. لهذه المقابلة الأخيرة ما شاهدناش هذاك المردود المطلوب من اللاعبين، يعني الفورمة الفردية والجماعية ما كانت غايبة، لكن بداية اليوم تاع المقابلة نظن شيء يشرف نوعا ما فريق مولودية الجزائر، تحس باللي فريق رغم النتائج الإيجابية الأخيرة يعني عاد الفريق في الفورمة تاعو. مرتاح لأنه مولودية الجزائر في الجولات الأخيرة أعيد تدريب. صحيح يعني. صحيح. يا ليلى دافع على فريق نصر حسين داي، انطلق قاسمي والتدخل من الدفاع. نصر حسين داي بلال ربما أكبر جرعة إيجابية هو أنه أقصى حامل اللقب مولودية بجولة. فعلا، ومن هناك بدأ الحلم يراود بوزيدي وأنصار نصر حسين داي، لأنه خرج فريق عادت إلى المولودية من خلال الدربي بلال. من خلال الدربي وخاصة الشوط الثاني أمام اتحاد الجزائر الذين أصبحوا يشاهدون المباراة اليوم من على الشاشة. الأفراح ربما ستشهدها مدينة باب الواد كما تشهدها مدينة حسين داي، ستجيبنا الدقائق القادمة بصوف طويلة باتجاه الأمام. استرجاع الكرة في الوسط من مقداد ولكن الكرة إلى التماس. يعني هنا نشاهدوا ان مقداد دائما يعني الكرات الثانيه دائما يكون هو الاول اللي التقطها، وهذا شاهدنا ان في النصر حسين داي لما ما يكونش فيه رقابه لصيقه على وسط ميدان مولوديه الجزائر، دائما مولوديه الجزائر لاعبين يكونوا يعني في خطوره. النصرية في ديناميكية من النتائج الإيجابية، تقريبا 10 مباريات لم تنهزم بعد المباراة الأخيرة التي قدمت أمام وفاق صيف بثلاثية، ولو أنه ربما تلك النتيجة مفهومة لفريق كل أفكاره ودهنه في نهائي كأس الجمهورية أما المولودية كما أشار هشام، يعني الشوط الثاني خاصة أمام اتحاد الجزائر أعطاهم جرعة أكسجين إضافية للعب هذا النهائي الثاني والخمسين في تاريخ الكرة الجزائرية. من سيخلف مولودية بجاه على عرش المتوجين في وضعية التسللية الأولى من نوعها منذ انطلاق المباراة؟ بوصوف يرفض دخول شباكه أي هدف ولو كان من وضعية التسللية، وهذا شيء جميل بالنسبة للحارس، يعني دائما تركيز. أنا شوف ما خلاش الكرة رغم أن الكرة فيه تسلل، لكن ما خلاش الكرة تدخل، يعني حتى من بعض الأحيان أن الحراس عندهم واحد لا سوبرستيسيون بلال، لما ما يخليش الكرة تدخل للشباك. أكيد يعني
يحافظ على عذرية الشباك، وبالتالي لا يعطي ذلك التفوق المعنوي لفريق مولودية الجزائر. انطلق عواج، ولكن بنوزة يعلن عن مخالفة لصالح فريق نصر حسين داي. كريم غازي طلبها صديقي، وأيضا بن دبكة العودة لبصوف، كاد يخطئ ليحد الآن الكرة بين لاعبين، بين عناصر الشاهد. هذه هي اللقطة الأخيرة، اصطدام بين قاسمي وأحدى. يعني هنا تشوف اللاعبين نصر حسين داي، يعني ما فيش كلام بين اللاعب، رغم أن قاسمي هو اللي كان يعني قابل الكرة، وكان لاعب ولي كان الكرة وراءه. هذا الشيء أن فريق نصر حسين داي لاعبين تحس باللي عندهم ضغط زائد بالنسبة حتى على لاعبين مولودية الجزائر. العودة إلى الخلف من بشير يردو، فوزي شوشي فعلا، وخطا فادح من بشير رضوان. سيناريو 2011، سيناريو غريش، تكرر اليوم مع بشير رضوان. فوزي شوشي وكاني بالمولوديه سجلت هدف. فهي الاعاده، يعني الانطلاقه وجها لوجه، اخذ كل وقته ثم سدد، ولكن فوزي شوشي صد هذه الكره. عبد النور، يعني كره كان غلطه كبيره، غلطه فادحه من بشيري. كره يعني هنا شوف اللاعب قاسم ما عرفش يتعامل، كان بامكانه مراوغه الحارس شوشي، لكن استعمل القوه وشوشي كان غلق اللاعب قاسمي، يعني هدف محقق ضيعه قاسمي. وتكلمنا على بشيري، خطا ثاني من بشيري بتمريره خاطئه قاتله. ليلى هشام يعرف جيدا فريقه، يعرف على جيدا طريقه قريش مره اخرى، فعلا على طريقة قريش. يوسف بوزيدي يتأسف على هذه اللقطة، وليس من عادات قاسمي ليلى أنه يضيع في مثل هذه الوضعيات. يبدو أنه لم يتعافى جيدا، لأنه ممكن بوزيدي يعرف جيدا أنه ممكن مثل هذه اللقطة تكلفه غاليا. أكيد هدف مقابل صفر، يعني عند الدقيقة 18 من بداية المباراة، وفي ديربي من هذا الحجم، وفي نهائي كأس الجمهورية، وأمام المولودية، وعلى قلة الفرص، وأنك تنفرد بالحارس على هذه الشاكلة، إنه طبق من ذهب، كرة على طبق، يعني حتى زميله ما يمنحهالوش هذه الكرة. يعني هذه ما تكونش عندك يعني في كل مرة. يعني تشوف حتى اللقطة من بداية اللقطة، بلال ضغط اللاعب شوباني على اللاعب قاسم، قاسم رجع الكرة لبشير، والضغط الثاني من قاسمي بشيري، يعني طال كره ذهبيه، يعني خرج قاسمي قال له رحت ماركي، يعني وما يعرفش يتعامل معها قاسمي. وهذا في المستوى هذا بلال، كرات كما هذه ما تضيعش وجها لوجه بالنسبه لقاسمي، نظن ضيع كره حقيقيه. يحدث هذا يا عبد النور في بعض الاحيان، لا نتوقع اهدافا من وضعيات تبدو لنا مستحيله، وفي احيان اخرى لا نسجل من وضعيات سانحه، ولو اننا لا يجب ان ننقص من قيمه الحارس الممتاز فوزي شوشي الذي عرف كيف يغلق امام قاسمي الذي لم يستعد عافيته بعد منذ اصابته مع انطلاق المباراه. المهم كره اولى خطيره لصالح فريق نصر حسين داي، كان الفعل من نصر حسين داي، فكيف يكون رد الفعل من جانب المولوديه؟ انطلق زغدان وتوغل زغدان، لكنه ارتكب عليه الخطا من طرف اللاعب بن دبكه، على ما اعتقد هو الذي اوقف انطلاقه زغدان في الكره الاخيره. وحده موجود على الجهتين اليمنى واليسرى، وحده عبد المنعم. صحيح، يعني من شاهدنا هذا اللاعب وحده من الناحيه التكتيكيه بلال، من احسن اللاعبين في الجزائر، لما يضيع الكره عنده يعني يرجع للدفاع. وشاهدنا فريق نصر حسين داي بلال ان لما يضيع الكره دائما كل الكتله ترجع، ان الكره تكون يعني في يكونوا امام الكره، وهذا الشيء جميل بالنسبه لنصر حسين داي واللاعبين، يعني كلهم يدافعوا. وهي المخالفه الرابعه ربما تقريبا لفريق مولوديه الجزائر، المستمر في البحث عن فك الشفره الدفاعيه لنصر حسين داي الذي كان اخطر منذ انطلاق هذه المباراه ومنتصف الشوط الاول. مقداد لعب الكره الأخير، عبد الرحمن حشود شاهدناه خبرة وتجربة كبيرتين، توج باللقب مع فريق وفاق سطيف،
سنة 2012 وخسر اللقب أمام فريق شباب الوزداد لما كان ينشط في فريق آلي برج بوراريس سنة 2009 في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. توج باللقب أيضا سنة 2014 مع المولودية وخسره أمام الاتحاد. خامس نهائي له. خامس نهائي لحشود الانطلاق من هناك لصالح وليد ديرارجا يحتفظ بها وليد. هل سيجد الرفيق المتعرر توزيع؟ أخطاء متكررة وتمر الكرة مرور الكرام. هذا جميلة التسديدة من عواج مسترجعة من أمير قراوي وعواج بخارج الرجل اليسرى كاد يفعلها بالمولودية أو بالنصرية. هذا ورد الفعل من جانب فريق مولودية الجزائر بعد الفعل الذي قام به قاسمي. قيل الكثير عن التكهنات، قيل أنها مباراة بوصوف وشوشي اليوم. بوصوف وشوشي فعلا 50% اللي يعطيها الحارس على أرضية الميدان، ولكن لا يجب أن ننسى بأن المباراة بإمكانها أنها تمتد إلى الشوطين الإضافيين وإلى ضربات الترجيح. وهنا فوزي شوشي قال بأنه أترك ضربات الترجيح لي، وبالتالي الخبرة والتجربة، ولكن حتى إرادة وقوة وبراعة. نعم هشام، نقول مباراة مقداد وشوباني. هشام يقول مباراة مقداد وشوباني. صوفيان اللاعب السابق في اتحاد بالعباس، ومقداد بخبرة وتجربة يريد أن يتوج مع المولودية بالكاس بعد أن توج معها بالبطولة. الكرة لمن؟ لصالح المولودية. من هناك التوزيعات الآن، طريقة لعب المولودية تسديد من بعيد جميل. المولودية عبد النور أصبحت تلعب خاصة على الكرات العرضية والكرات. صحيح، يعني شاهدنا التنويع في اللعب، شاهدنا اللي يفتح نحو المرمى اللاعب زغدان، واللي سدد مع الأخير يعني اللاعب حشود. شاهدنا تحس بلي فريق مولودية الجزائر أو يهاجم بأكثر لاعبين في الهجوم، وخير دليل أن اللاعبين الرواقين المدافع الأيمن والمدافع الأيسر راهم عندهم النزعة الهجومية. يعني وهنا تبين بلي فريق مولودية الجزائر كاين نية انه راح يهاجم باكثر لاعبين في الهجوم، وهذا شيء جميل بالنسبه لهم. لكن نشعر بخطر ايضا بعد كره قاسمي. فعلا لا، لانه قاسمي خلق حاله طوارئ في دفاع المولوديه بمحاوله كانت صعبه وصعبه جدا، وفرصه سانحه لنصر حسين داي الذي لم يترجمها الى هدف مع هذه البدايه. ونحن نلعب ايها الساده والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم، هي الاعاده انفرده بالحارس شوشي. كاد او كان بامكانه انه يفعل الافضل مما كان، ولكنه فضل التسديد. اصطدمت الكره بوجه شوشي، شوشي قبلها حتى في وجهه المهم لا يراه بالشباك. بلال، حتى شفنا خروج شوشي وجه قاسمي وجه اليوش. شوشي يعني طار بالظهر، ما كانش يعني امام قاسمي، وهذا ان قاسمي سهل لما ضرب بالقوه، يعني لو استعمل يعني داخل القدم كان بامكانه يسجل الهدف الاول. حتى مراوغه هناك والانفراد يعني، ولكن عده حلول. اعطيني عقلك في تلك اللحظه بالذات في نهائي كاس الجمهوريه، وامام من؟ امام فوزي شوشي. عواج سيد احمد يعود في هذه الكره مباشره لبوصوف. بوصوف ياخذ كريبا العزيزي، قالوا اضربها بلاصي بالدروات، يعني بالدرجه بالعاميه، يعني بمبادئ كره القدم. صحيح صحيح، سهله سهل فعلا. الكره في الوسط ضاعت لصالح المولوديه. قاسم او وليد ديرارجا، دوره كبير وليد ديرارجا، يلعبها من هناك لقاسم هادي يفتح اللعب. هل تضيع هذه الكره على قاسم؟ فعلا الانطلاق، استرجاع الكره في هذه الهجمه المعاكسه، طلبها او مهدي بن علجيه، العوده الى الخلف الى ولي بلال. ولي بلال التدخل على حسين قاسمي او احمد قاسمي. جاءت الرحمة بالنسبة لحسين قاسمي رحمه الله ابن مدينة الكاليتوس واللاعب السابق لفريق شبيبة القبائل رحمه الله واسكنه فسيح جنانه. المباراة متواصلة والتعادل السلبي سيد الموقف، صفر مقابل صفر بين المولودية والنصرية في نهائي كأس الجمهورية، يحتضنه ملعب 5 جويليا الأولمبي والرابع والثلاثين منذ تأسيس هذا الصرح الكروي الكبير. المولودية توجت بخمسة ألقاب هنا على ملعب 5 جويليا، لقب بملعب العناصر ولقب بملعب مصطفى تشاكير. النصرية اللقب الوحيد توجت به
هنا أمام شبيبة القبائل بهدفين مقابل هدف، وهي المخالفة لأحد المشاغب المشاكس عبد الله. يعني من اللاعبين الناشطين في بداية هذا الشوط الأول، لاعب يعني يعرف يهاجم، يعرف حتى الكرات البينية بالنسبة للقاسمين، ظل لاعب في المستوى وقطع أساسية في يعني الرسم التكتيكي للمدرب بوزيدي. خريج مدرسة أولمبي العناصر وأسفاه على مدرسة العناصر. فعلا الكرة لصالح نصر حسين داي، وهذه المخالفة، المخالفات ليست كثيرة من جانب نصر حسين داي، يعني لا يتحصل على المخالفات الكثيرة مقارنة بالمولودية. قاسمي يريد واحدة عالية حتى يصعد فوق الجميع، يريد واحدة عالية ولكنها تصطدم بالدفاع، ما زالت لصالح النصرية لانطلاق الهجمة المعاكسة لصالح المولودية، ولكن بعيدا نوعا ما. كريم غازي في التغطية الدفاعية مباشرة إلى التماس، الكرة مرت على اللاعب مقداد يلعبها كريم غازي بسرعة، تعود له كريم الاصطدام من كريم غازي، الكرة بين لاعبين مباشرة إلى الخمس أو إلى التماس من نصر حسين داي. شاهدنا الكرة الأخيرة عبد النور، المخالفة لم تستغل بكيفية لازمة، هذه الثنائية والمعركة التكتيكية بين اللاعبين أو بين المدربين، بين بوزيدي وبين لطفي عمروش. لطفي عمروش متعطش، يريد، وخاصة وأنه شاب، مدرب شاب يقود واحد من أعرق النوادي الإفريقية وليس الجزائرية، اسمه مولودية الجزائر. وإذا كانت المولودية شعبية على مدار أو على كبرى كامل التراب الوطني، فإن النصرية أيضا هي تكسب احترام الجميع. ولما نتحدث عن النصرية يا هشام، نتحدث عن مدارس كرة القدم وعن المدرسة والجيل الذهبي النصرية. بلال بالنهائي في 79 عفوا هشام قدوز وما جاء. مؤخرا مؤخرا الفريق الوحيد المحلي الذي قدم للمنتخب الوطني لاعبا شارك في مونديالين، رفيق حليش. باختصار بلال، باختصار. نعم رفيق حليش طبعا هو امتداد لأرمضة من اللاعبين الذين مروا عبر تاريخ النصرية العريق. هذا الفريق الذي أسس سنة 47، ركنية أخرى هذه المرة على الجهة اليمنى من مرمى فوزي شوشي، يبدو غير راضي على لاعبيه وعلى دفاعه، بما أنهم ضيعوا هذه الكرة الأخيرة إلى الركنية. هل ستكون هذه المرة عالية؟ هل ستخلق حالة الطوارئ في دفاع الشوشي؟ ولكنه تفوق فوزي الشوشي بالكرة الأخيرة، الكرة بين لاعبين بثقة بقوة. اللاعب بن دبكة عبد النور يعني من دون أو صديقي، يعني اللاعب صديقي كان في التغطية. بلال صديقي أتى في الميركاتو الشتوي لعب الأربعاء موسم، لعب في شبيبة القبائل في الميركاتو، لعب نهائي كاس الجمهورية. أو أي حظ هذا، هو محظوظ يعني صديقي الذي لم يكن محظوظا الموسم الماضي بما أنه خسره أمام مولودية هشام. مقداد أيضا قاسم مهدي فعلا أربعة لاعبين. نعم من جانب النصرية اثنين، ومن جانب الشبيبة والمولودية اثنين. جورمي خالد كنا نشاهده، واللاعب السابق لفريق وفاق صيف، العودة إلى الخلف لبوصوف، مباراة يطبع عليها الحذر أكثر، ولو أنه في بعض الأحيان نشاهد بعض المحاولات وبعض المغامرات من الجانبين. التغطية الدفاعية مباشرة إلى التماس من صدام حمزة، من مبدأ الضمان والإطمئنان. يعني اللاعب اللي عنده تجربه، ونظن اللاعب اللي ما يخاطرش لما تكون كره، يعني يلعب يرمي الكره وبدون يعني خطر، وهذا شيء بالنسبه للدفاع عكس اللاعب بشيري او دمو اللي اللاعبين يحوسوا دائما من ناحيه التقنيه يخرجوا بالكره، ودائما لما يكون الضغط عليهم يديروا اخطاء. هذا جورمي في الوسط يلعبها جورمي جميله مع حشود، ولكن بوصوف اسرع منه، يلعبها بوصوف باتجاه بلال والي. بلال والي ابن مدينة بوسعادة، لاعب السابق في شبيبة بجاية وبارادو ومولودية الجزائر. استرجاع الكرة دائما لوالي بلال، عداري من والي بلال، والي الدرارجة يسترجعها، والي الدرارجة وح سيد أحمد عواد، استدعاء قوية، مخالفة لصالح المولودية. يعني
انا كنرجع للمخالفه الاولى بالنوزه بلال، انا كان تدخل بن علجية على بن دبكه، لكن بالنوزه رجع للكره الاولى اللي كانت خطا على دراجة. وليد دراجة اللاعب اللغزي الى حد الان هداف الموسم الماضي مع فريق مولوديه العلمة، لم يسجل ولا هدف الى حد الان مع عدا هدفين في مرمى رائد غرب وهران في الدور الاول من منافسه كاس الجمهوريه بهدفين مقابل صفر، فازت المولوديه قبل ان تقصي اتحاد بسكرة بهدف مقابل صفر على ملعب عمر حمادي، ثم المباراه الكبيره بغليزان بهدفين مقابل هدف. تلعب الكره من عبد الرحمن حشود لقاسم مهدي، يفتح اللعب على الجهه اليسرى من هناك، قاسم مهدي تعود له اللي يلعبها مع زغدان قصيره، زغدان من ياتيه، قاسم العوده الى الخلف يوجد دمو يطلبها بشيري ليفضل جاوشي، جاوشي لبشيري، هل سيثق؟ لا، جاوشي لم يريد الثقه في بشيري ويمرر له الكره الاخيره هذه لانه خاف. هنا تشوف يعني نقص ثقه بين الحارس ودفاعه، هنا تشوف باللي لعب الحارس شوشي ما كان يبحث عن الاستعراض، كان يبحث عن الاستعراض لكن ما كانش ثقه بين القلب الدفاع. هو رفع راسه لما شاف بشيري، فضل عدم التمرير لبشيري، قاسم مهدي في الوسط، الصراع قاسم مهدي يتحصل على مخالفه، ماذا يقول الحكم؟ التدخل من قاسم على ما اعتقد بالمرفق على لاعب النصريه. شوشي والطريقه يعنفه فعلا، الطريقه خاصه بفوزي شوشي في فض النزاعات بين اللاعبين. هنا تشوف النرفزه الزائده بالنسبه للقاسمي، يعني لطفي عمروش في حديث مع محافظ المباراه والحكم الرابع فاروق حواسميه، كانت وراء حديث لطفي عمروش مع بلا باقه، لكن بلا باقه في هاي الاعاده هشام بين لاعب النصريه شوباني و بلال قاسم مهدي. نعم شوباني، تصور لو نقرا سيرته الذاتيه، جوده كبيره للبروفيل، نتحدث عن السيفي طبعا، خريج مدرسة نونت، سجل أكثر من 10 أهداف في نونت، كان دوليا في المنتخب الفرنسي، بديله كان اسمه للفئات الصغرى اسمه ياسين إبراهيمي، يحمي ثلث جنسيات جزائرية، أب جزائري أم تونسية، والجنسية الفرنسية، فرانكو جزائري تونسي، يعني لاعب بمواصفات كبيره جدا، لكن قلبه مال للجزائر فعلا اكيد، والدليل هو يلعب مع فريق نصر حسين داي. فضل اتحاد بالعباس على النادي الافريقي، تصور، وسرار شاهد على ذلك لانه يتابع المباراه من البلاطو، كان رئيسا لاتحاد بالعباس وهو من كان وراء جلبه. نعم شاهدنا اللقطة الأخيرة، ربما غابت عن أعين الحكم بالنوزة، واستعمال مرفق اليد من مهدي قاسم على شوباني، هذا اللاعب الذي استعرض لنا هشام سيرته الذاتية. المباراة متواصلة والنتيجة متعادلة صفر مقابل صفر، وشوباني خارج الإطار، خارج أرضية الميدان، إطار الملعب مستطيل يعني البطاقة الصفراء لم تكن المستطيل إطار، حتى انه بلال يقول يا سفيان يا سفيان، يعني ضيع كرتين من هجمتين مرتدتين، يعني بلال غير راضٍ على سفيان شوباني. الكرة لقاسم مهدي، يعود قاسم مهدي يلعبها مع ديراجا بدوره لعواج سيدي أحمد في الوسط، تمر الكرة بين عناصر المولودية، العودة لبشير رضوان، التمريرات القصيرة في الوسط جميلة من حشود، التسديدة وسهلة لبوصوف، بوصوف لم يجرب منذ تقريبا بداية المباراة ولا فرصة عبد النور، يعني ما كاش فرصة خطيرة، كاين لعب من طرف مولودية الجزائر، محاولات من طرف لاعبي مولودية الجزائر، لكن الفرص ما غايبة بالنسبة لمولودية الجزائر، وهذا يعني الغياب قلب هجوم حقيقي، وشاهدنا أن الفريق لما يكون في الهجوم بلال دائما كاين 4 أو 5 لاعبين في الهجوم وحذاري من هجمات المعاكسة، لأن فريق مولودية الجزائر أنا نشاهدوا أنه مقسوم، يعني كاين دفاع وكاين 4 مهاجمين، وهذا ان حتى حشود شاهدنا في يعني في مركز حتى قلب هجوم، وهذا دائما ان فريق مولوديه الجزائر غياب قلب هجوم يعني اثر نوعا ما على المردود التنشيط الهجومي والكرات الاخيره. ولو انه عواج حصل على مخالفه في الكره الاخيره بينه وبين صدام حمزه،
في حديث مع المساعد الأول عبد الحق تشيالي، فعلا التدخل كان من صدام حمزة وكان واضحا للعيان. هذه الكرة لصالح المولودية قريبة نوعا ما، فيه ثلاثة خمس عناصر من جانب فريق مولودية الجزائر وأكثر داخل منطقة عمليات فريق ناصر الحسين داي. الفريق كله يدافع حتى ولا لاعب يعني موجود في دائرة المنتصف من أجل ربما هجمة مرتدة أو شيء من هذا القبيل. هاي كرة أخرى من هنا سجل زغدان ذات يوم وصوف الحكم الأفضلية بشير رضوان يصر على التسجيل في هذه المباراة حتى يؤكد حقيقته بتواجده في التشكيلة الأساسية. هي الإعادة كان فيه تدخل يعني في مخالفة للحارس بوصوف. بشيري معروف بالضربات الرأسية يعني اللاعب اللي يحسن الضربات وكل كرة تبتا يعني اوتوماتيكيا يعني يطلع باش يلعب بالرأس، وهذا مولودية الجزائر يعني من نقاط القوة على الكرة الثابتة. يوسف بوزيدي لم يرد الابتعاد عن هذا الركن من كرسي الاحتياط حتى ربما يحدث شيء في المباراة، لأن تزيري بلال يقوم بالمهمة ولا على أعصابه. تزيري بلال في حالة هستيرية، تزيري بلال معروف عليه حبه للفوز ولا جرينتا عن تزيري بلال حتى لما كان لاعبا عبد النور. يعني تزيري بلال هو الذي يسجل، هو الذي يقوم بضربات الجزاء وحتى بالدماس في كل معروف حبه للوساندي للنصرية أيضا. هو ابن نصر حسين داي قبل أن يلتحق بفريق اتحاد الجزائر. سيفي طويل وعريض، دعونا نتحدث عن تيري بلال قليلا، ربما سميك شروط سيعطينا بعد لحظات. تيري بلال بدأ المسيرة من 90-95 في نصر حسين داي قبل أن يلتحق بالاتحاد، أحلى أيامه مع الاتحاد، فاز مع النجم الساحلي بكأس الكاف، هذا هو الذي ارتاح على كرسي الاحتياط. لعب في سيدون، فاز بكأس قطر، توج مع الاتحاد بمختلف البطولات الوطنية. كرة لكريم غازي، يفتح اللاعب كريم بتوزيعة ممتازة، الانطلاق من عواج أحمد أو من يلعبها في الوسط، التمريرات القصيرة بينه وبين زغدان. يمكن حكم المباراة يتدخل لفض هذا النزاع دائما كاسمية، دائما ضغط على الكرة يعني على الحامل الكرة مثل اللاعبين. شوف نشاهدوا هنا مقدرات، شوف هنا اللاعب قاسمي، حتى قاسمي دافع، وهذه يعني العقلية تاع فريق نصر حسين داي. والكرة الحديدة أعتقد عبد النور بأنه الكل يدافع والكل يهاجم. أكيد يعني لما يضيع الكرة أول مدافع هو المهاجم، يعني وهذا اللي نشاهده فريق نصر حسين داي لما يضيع الكرة يعني كل المهاجمين يرجعوا يعني باش يسترجعوا الكرة. انطلق قاسمي من هناك على الجهة اليسرى يراوغ قاسمي، ولكن مسوء حد، الكرة خرجت إلى الدماس، الكرة فاتته نوعا ما وخرجت إلى الدماس. في هذه المباراة المستمرة قبل خمس دقائق عن نهاية الوقت الرسمي للمرحلة الأولى، متواصلة المباراة بين نصر حسين داي. هي الإعادة، الكرة في القانون أنها تخرج كلها من الخط، بالتالي خرجت الكرة الأخيرة. الشود عبد الرحمن في إعادة الكرة إلى الميدان، ومن عاد الكرة إلى الدماس حشود عبد الرحمن وليس إلى الميدان. ولبلال رتم المباراة انخفض كثيرا في العشر دقائق الأخيرة. هذه قاسمي الآن، قاسمي إلى الدماس، حتى الأنصار بلال فعلا على ذكر الأنصار يا ليلى، هم التحقوا بمدرجات ملعب 5 جويليا منذ السادسة صباحا، فتحت الأبواب، لم تخرج هذه الكرة، التوزيعة جميلة، هذه التوزيعة من شوباني ولكنها كانت بعيدة 5.50 أمتار. منذ السادسة صباحا التحقوا بمدرجات ملعب 5 جويليا الأولمبي على أمل مشاهدة هذا النهائي، وبالتالي لم يسكتوا يعني منذ وصولهم الى المدرجات، فقدوا نوعا ما. ونحن كذلك بلال التحقنا منذ الثامنة صباحا. فعلا هي ليلى التحقنا على الاقل ما زال نحتفظ ببعض الطاقة. هي كرة أخرى لصالح المولودية، في لاعب سقط على أرضية الميدان. بندبكة بعد احتكاكه بحشو. بندبكة سفيان.
مرشح للانتقال إلى الدوري البرتغالي، لاعب بإمكانية كبيرة، نتمنى له التوفيق. وتحية إلى العم بن دبكة الذي سبقه إلى مدرسة النصرية، دافن من الطراز لبن دبكة، رفقة يعني سمير عليش والبقية، تحية كبيرة لذلك الجيل. بما أننا تحدثنا عن ذلك الجيل، وجب الحديث عن الجيل الذي أهدى النصرية أول لقب لها في كأس الجمهورية وآخر لقب إلى حد الآن، يا هشام بقصراوي في حراسة المرمى من اليمين لليسار، شعبان وشعبان مرزقان وصفصافي، خديس رحمه الله، قندوز وزرابي وفرقاني وقنون وماجير وإد الحسين والأساسي، كلهم بصموا من ذهب في سجل الكرة الجزائرية لما أهدوا النصرية لقب كأس الجمهورية آنذاك. لعبة النصرية بعشرة عناصر بعد طرد زرابي في المرحلة الأولى، ولكن كانت منهزمة أمام شبيبة القبائل، لكن أيد الحسين وماجير كان لهم رأي آخر وفازوا ثمن عناصر أساسية في المنتخب الوطني. في المنتخب والنهائي سمي بلال بأن ذاك بنهائي الكبار أمام شبيبة القبائل، جمبوجات ضد النصرية فعلا. الملاحة ملاحة حسين داي تبحث عن لقب ثاني غائب عنها منذ مدة، ولو أنها تستحق يعني فريق نصر حسين داي في الكواليس وقبل المباراة والتصريحات وما قيل في الجرائد، اللاعبين فريق مولودية الجزائر يعني شبعين ألقاب من حيث كأس الجمهورية، ولكن حتى عناصر يريدون لأنه لها طعم خاص أو طعم خاص كأس الجمهورية، وبالتالي كل ما تتوجين بها يا ليلى وإن توجدي بها رفقة نصر حسين داي ستدركين طعم هذه الكأس وحتى هشام. لكن أكد فقط أنه نحن ننصر الفريقين أثناء المباراة فقط. حتى لا تكون لك مشاكل مع نصر أنصار مولودية الجزائر. بلال الفريقين على طرفي نقيض كما قلتها، لأنه انطلق قاسمي من هناك ولكن الكرة مسترجعة ما زال ساقط على أرضية الميدان، لاعب النصرية صديقي والآخر لاعب مغترب فيها من الأربعاء وشبيبة القبائل قبل أن يعود الحكم، ماذا يقول؟ كيف اللاعب فعلا؟ أوقف اللاعب وكانت هجمة واعدة للمولودية، لذلك عمروش ينتقد قرار بالنسخ. ولو انه بن دبكة او صديقي كان عليه تدخل من مقدام، حتى سقوطه كان سيء يعني. بلال نعم. تحدثت عن المرحوم قاسمي، نتحدث ونقف عند المرحوم حماني ربي يرحمه فعلا، وقفه خاصه عند هذا اللاعب خريج مدرسه اولمبي العناصر ايضا، رفقه غازي كريم والالماس والالماس ومازا محلل التلفزيون الجزائري والكثير من الاسماء الكبيره التي لعبت لفريق العناصر. هشام نبيل حماني في ظرف موسم فقط في نصر حسين داي كسب قلوب النصرية بأخلاقه بمهارته وبلعبه النظيف وبأخلاقه التي سبقت مهارته، رحمه الله وكل فقيد للكرة الجزائرية والتي منح لذلك ربما أنصار نصر حسين داي يتمنون التتويج باللقب لإهداء هذه الفريق. فريق نصر حسين داي كان تذكر يعني بنات حماني وكانوا جابوا مهتف النصرية. ثلاث دقائق ستضاف، سيضيفها حوسنية الحكم الرابع. فعلا الحكم فاروق حوسنية أشار له بالنوزة بثلاث دقائق وقت بدل ضائع من هذه المرحلة الأولى المتعادلة دائما صفر مقابل صفر. عواج زيد أحمد يفتح اللعب على الجهة اليسرى من هناك لزغدان. زغدان المولودية لم تكن خطيرة خطورة النصرية في المرحلة الأولى، هل سنشاهد أشياء أخرى في المرحلة الثانية أم أنه المباراة حتى وإن غابت عن الأهداف إلا أنها كانت مثيرة في الكثير من لحظاتها في المرحلة الأولى؟ عبد النور صحيح، يعني كانت محاولات كثيرة من الطرفين وكانت فيه ريتم يعني، وحتى حتى الفريقين لما يضيعوا الكرة فيه هذيك يعني الصراعات الثنائية وهذا الشيء، لكن نوعا ما الفرص تاع التهديف كانت غايبه في الشوط الاول، وهذا يعني حسابات على النهائي، هذا شيء طبيعي بين فريقين لكل فريق يعني يحسب الفريق، وهذا شيء تلقى
على الفريقين، أثر نوعا ما على مردود الهجوم للفريقين. للفريقين المولودية ربما تركز أكثر على هذه الكرات الثابتة، وربما الخطأ السادس منذ انطلاق المباراة لصالح مولودية الجزائر على بعد حوالي تقريبا 30 متر عن إطار مرمى الحارس الشاب بوصوف، والذي هو مطالب حذاري من حشود عبد الرحمن هذا الماكر، والذي فعل في أكثر من لحظة فعل بالاتحاد الأسبوع الماضي في الرابطة المحترفة الأولى. حشود عبد الرحمن يحبذ هذه الكرات، سجل في أهداف في مباراة فعلا هشام، مسجل في نهائي كأس الجمهورية أمام شباب بلوزداد لما كان في فريق وفاق سطيف، لحظات عصيبة على أنصار النصرية، وربما في وقت حساس لأنه لما تتوجه إلى غرف تغيير الملابس وأنت متفوق بنتيجة هدف مقابل صفر يعطيك جرعة أكسجين إضافية. حشود عبد الرحمن، حشود عبد الرحمن وبوصوف، حشود وبوصوف، من يتفوق لمن ستكون الكلمة الأخيرة لو تمر هذه الكرة؟ التدخل من الدفاع مباشرة إلى الركنية، التدخل من الدفاع مباشرة إلى الركنية المولودية، تحوم حول الحماية لأن الكرة جميلة، ولكن التدخل من الرأسية الأخيرة مرت بسلام، مرت بردا وسلامة على دفاع فريق نصر حسين داي. ليلى، وجب تقديم النصائح لعناصرك في المرحلة الثانية لأنك تدركين تمام الإدراك بأن مباراة كأس نفوز بها ولا نلعبها. مشتكوب ليلى ساسكان ساجوبا، هكذا يقال، هكذا يقال إطلاقا، هكذا هذه الجملة، وأعتقد بأنه هشام يسير في أطوار المباراة بسلاسة. يلعب على الهجمات المعاكسة. قبل دقائق أو دقيقة عن نهاية هذه المرحلة الأولى، التعادل السلبي سيد الموقف، صفر مقابل صفر. ما تسجلش برك، خليهم أقدم اللاعبين يا ليلى، لست أنا ولا أنت. متواصل المباراة، الحكم لن يطيل ويعلن عن نهاية المرحلة الأولى بتعادل سلبي صفر مقابل صفر في مباراة كانت مقبولة إلى حد ما. نعم هشام، عمروش بسرعة، كيفاش تقرا شوط المباراة الأول؟ والله كان الشوط لاباس به، على كل حال كان حوار تكتيكي شوية، أونجو شوية رانا مخوف، كانوا مخوفين الفريقين، كاين بعض هجومات كنا قادرين نسجلوا كما كانوا قادرين يسجلوا، هذا هو إن شاء الله الشوط الثاني راح يتحسن. وأنت ليلى؟ لا أريد الحديث في هذه الأثناء. ليلى لا تريد أن تضغط على عناصرها فعلا، لأنه فترة حساسة ما بين الشوطين. فعلا عبد النور، كيف تلخص المرحلة الأولى بسرعة؟ كان الشوط الأول مقبول، لكن ما كانش فيه فرص سامحة ما عدا خطأ فادح من بشيرين، ظن شوط مقبول، نتمنى الشوط الثاني يكون أحسن مع تعليمات المدربين إن شاء الله. شكرا لكم أيها السادة والسيدات جمهور الرياضي على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقي مع بداية المرحلة الثانية والعودة إلى الأستوديو المركزي والسامي سامي نوردي. الجزائر مع موبيليز. تحية مجددة أيها السادة والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم من ملعب 5 جويلية الأولمبي ونهائي كأس الجمهورية بين نصر حسين داي ومولودية الجزائر. هذا النهائي الذي يعود إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي بعد أن غاب عنه في الطبيعتين السابقتين بسبب الأشغال التي أجريت على الملعب، بل يوم ينشط النهائي المولودية والنصرية. شوط أول شاهدناه انتهى بتعادل سلبي صفر مقابل صفر. نتمنى أن ينسينا المرحلة الثانية، أن تنسينا المرحلة الثانية أطوار المرحلة الأولى وتحضر الإطار من خلال الأهداف، لأن روح المدرجات موجودين الأنصار وبكثرة على مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي، تنقص روح المباريات لأن الأهداف هي التي تعطي للمباراة الروح والفرجة، وبالتالي سنشاهد أشياء كثيرة يخبئها أنصار المولودية والنصرية على مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي. ويبدو بأن كل مدرب دخل بنفس التشكيلة التي لعبت المرحلة الأولى، فريق نصر حسين داي ببوصوف في حراسة المرمى، من اليمين إلى اليسار غازي ووالي في محور الدفاع، ريدا صدام في الاسترجاع، صديقي وبن دبكة في الهجوم، وحتى شوباني أو في الوسط الهجومي، قاسمي وبن علجية في هجوم فريق
ناصر حسين داي الحكم بنوزة الذي يساعد عبد الحق تشاعلي ومقران قراري وحوسنية فاروق كحكم رابع أعطى إشارة انطلاق المرحلة الثانية. وبنفس التشكيلة أيضا تدخل المولودية بشوشي في حراسة المرمى من اليمين إلى اليسار دائما حشود وزغدان دم وبشيري في محور الدفاع فقاسم مادي وقرمي في الاسترجاع مقداد قروي دراجة عواجي تشكيلة المدرب لطفي عمروش في مواجهة يوسف بوزيدي من الجهة المقابلة. عبد النور كريبازا كيف تتوقع أطوار المرحلة الأولى في ظل إجحاف المرحلة الأولى من حيث الفرص اللهم فرصة أو فرصة ونصف من جانب النصرية بعد هذه الكرة لصالح المولودية وهذه الكرة الثابتة التي تدخل المولودية على شكلة المرحلة الأولى كرة ثابتة متكررة ومتنوعة الكرة إلى الخمس أمتار أو إلى الركن يقول حكم المباراة بعد إخراجها من الكرة التي نفذها طبعا زغدان. هي كرة أخرى ركنية لصالح المولودية تدخل بكرتين ثابتتين راسية في مخالفة على المدافع النصرية والتدخل القوي من حشود عبد الرحمن عبد الله. صحيح بلال هذا واش كنا نتكلموا في بداية المقابلة، كنا نتكلموا أن ما تكونش في حسابات، نتمنى يكون أهداف، يكون فلسفة كل مدرب ضغط على حامل الكرة، وهذا شاهدناه نوعا ما كانت معركة في وسط الميدان لكن كانت منعدمة من ناحية يعني الفرص التهديفية كما تكلمنا ما عدا خطأ بشيري اللي ما عرفش يستغلوا قاسمي، وهذا نتمنى الشوط الثاني يكون أكثر. يلعبها بسرعة مع قروي عبد النور، قروي يفتح اللعب على الجهة اليمنى، فعلا يلعبها قروي، ما زالت الكرة لصالح المولودية والتدخل من الدفاع دائرية دفاع النصرية. الآن المولودية دخلت مهاجمة منذ تقريبا دقيقتين عن انطلاق المرحلة الثانية، هذه أول محاولة من جانب نصر حسين داي، التدخل على بن علجية المهدي موجود طبعا الزميل هشام سعدودي وزميلة ليلى بن فرحات على خط التماس. مرحبا هشام، ما هي التعليمات التي ربما يكون قدمها مدربكم للفريق يعني؟ طارق واش طلبتم منهم في الشوط في الاستراحة؟ ولا كل حال طلبنا لهم باش يكونوا يعني مركزين كما باغي في الشوط الثاني، سيرتو في يعني في الدفاع تاع الملاحة الحسيني راهم يعني يديروا خطرات كثيره راهم تقال يعني، ونظن يعني ان شاء الله الكونسي تاعنا يكونوا ابليكاو ان شاء الله، ونشوفوا يعني الشوط الثاني وفي التحسن ان شاء الله. هذا من جانب المولودية، من جانب النصرية ليلى ربما ستكون بعد لحظات قريبة من المدرب المساعد زيري بلال. الانطلاقة كانت من مقداد وانا ارتكاب الخطأ لحل امام لاعب المولودية على وحدة زغدان، وان الى حد الان مستمر التعادل السلبي صفر مقابل صفر. من يسجل الهدف رقم 119 في تاريخ نهائيات كاس الجمهورية في 51 نهائي سجل 118 هدفا، اللاعب المقبل والذي يسجل سيكون الهدف رقم 118 عبد النور في معدل تهديفي كبير في النهائي. صحيح يعني، لكن المقابلات الأخيرة النهائيات الأخيرة بلال كانوا يعني نوعا ما كانوش فيهم أهداف كثيرة، نتمنى تكون هذا المقابلة هذه يكونوا الأهداف، لكن على حسب يعني الريتم تاع المقابلة نوعا ما راهو بطيء، ممكن أن يكون يعني في جزئية صغيرة وهي تكون من على العموم نظن راح تكون على ضربة ثابتة، أو هنا الفريق راح يعمل الفارق على ضربة ثابتة سواء مولودية الجزائر أو نصر حسين داي. في أخير سنة 2010 فريق وفاق سطيف فاز هنا بثلاثية مقابل صفر أمام شباب باتنا، أكثر نهائي ربما سجل فيه الأهداف ونهائي الاتحاد وشباب الوزداد 5-2 سنة 88 أو 5-3 نهائي معاد بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف مقابل هدف على ملعب 20 أوت ثم بملعب بلوغين، وهي النهائي الوحيد الذي جرى على ملعب بلوغين. ذكر بأنه في 9 مناسبات ملعب 20 أوت. بعد هذه الكرة الجميلة صالح نصر حسين داي كرة هدف التدخل من الدفاع، ما زالت لصالح المولودية النصرية ضاغطة جميلة، استرجع الكرة من قرمي، انطلق قرمي يراوغ الأول، قرمي بعاد عليه عناصر الهجوم، قرمي لا درجة ولا حتى عواج، مضطر قرمي إلى إخراج هذه الكرة
سهولة تامة إلى التماس. هذا الشيء غير مقبول، يعني الجيري بالكرة كثير، يعني كان بإمكانه يمرر الكرة ويمشي على الجهة اليسرى، وهنا كورمينا مشى الكرة كثير، لكن لما مرر الكرة خاطئة وراحت للتماس، وهذا يعني غير مقبول بالنسبة للاعبين كما كورمي نظن يضيع في كرة ما كانش عليه، يعني حتى الرقابة ضيعها بسهولة. 10 أهداف سجلت في نهائي واحد بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، كما قلنا سنة 88 النهائي المعاد 1-1 في بلوزداد و 5-3 في بولوغين. نتمنى أن تحضر الأهداف، لا نريد 5 أو 6 أو 7 أهداف، يعني حتى هدفين مقابل هدفين أو هدفين مقابل هدف يعني كافية. الكرة لدرارجة يحتفظ بالكرة، درارجة يواصل يتحصل على مخالفة صعبة، هذا المخالفة صعبة، زائد بطاقة صفراء فعلا هشام، البطاقة الصفراء يمنحها حكم المباراة لصديقي من جانب النصرية، هل يفعلها زغدان أم أنه يتركها لحشود عبد الرحمن في مكان سانح؟ الكرة ثابتة، ممكن يكون زغدان بالرجل اليسرى يعمل الفارق مثل ما فعلها أمام شبيبة القبائل على ملعب مصطفى شاكر. فعلا من الركنية، محاولة من علي ريال مباشرة في شباك عز الدين عسلة مالك، فعلا عسلة مالك، لأنه عز الدين دوخ أخسر النهائي أمام شبيبة القبائل مع فريق اتحاد الحراش هنا على ملعب 5 جوليا الأولمبي. النهائي الثاني والخمسون أيها السادة والسيدات، متواصل ومستمر، الإطارة غائبة، نريد الأهداف مثل ما يريد عمروش لطفي الذي يطالب من أشبال الصعود والهجوم والتسجيل وفك الشفرة الدفاعية حتى نشاهد منحة ونسق آخر في هذه المباراة النهائية التي تصنع فيها الأجواء الرائعة والصور الزاهية والأنوان الزاهية من جانب النصرية والمولودية، وحتى أعوان الحماية المدنية من هناك يقومون بلوحات فنية رائعة تطفي هذا الجو وهذا العرس جمالا وباجة. الكرة التي لا يحبدها حراس المرمى، زغدان وراء، لو تمر من الجدار الدفاعي ستكون خطيرة يا ليلى. زغدان 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 تصدم بالدفاع، اللعب مدافع النصرية لم يترك الكرة لحارس ريدا، يعني كشلة، يعني ما حبش خاطر، كانت كرة اصطدمت في الحائط الحائط في اليد أم في الوجه؟ في الوجه، لكن خروج غير موجود. الركنية تلعب عبد النور، والرأسية تأتي من قاسمي، ينقض على هذه الكرة قاسمي أو بوصوف، لاعب مازال ساقط على أرضية الميدان من جانب والي نصر حسين داي والي بلال. هذا اللعب ليس من أمل بوسعادة، وإنما من وفاق المسيلة، من مدرسة وفاق المسيلة، المدرسة العريقة التي أخرجت العديد من اللاعبين، هكذا شارلي زغلاش جابر، تحية له، هو الذي كان رئيسا سابقا لهذا الفريق، فريق وفاق المسيلة، يخرج المواهب الكروية. نعم، لعب وسط ميدان هجومي في الأصل، انترغوش، وحتى في لما نصر حسين دايز كان بإمكان يعني استغلاله في هذا المصب، لكن عدم وجود مدافع أيسر خلى أن يعني المدرب بوزيدي سابوكا مدافع أيسر، نفس الشيء بالنسبة لغازي، وأدى مردود لبس به، حتى غازي يعني بمنصب مفاجئ، غازي يلعب على الجهة اليمنى ونحن نعلم بأنه غازي يقول مستعد لحراسة المرمى. فعلا هذا هو، كنت أتحدث بلال، عفوا بلال، لا أتحدث عن شنيحي خريج مدرسة وفاق المسيلة أيضا، الذي يلعب اليوم في النادي الإفريقي التونسي ويسجل في أهداف حاسمة مع هذا الفريق. يرجع بلال والي سالما معافى، والمباراة مستمرة لكريم غازي، يلعب إلى الخلف، ما زال فيه لاعب ساقط على أرضية الميدان وبنع الجية هذه المرة، وكثرة اعتداء من قراوي، في اعتداء من قراوي بلال، هذه المرة الثانية التي يفعلها قراوي. إذا شاهده الحكم سينذر بلون أحمر. سنشاهد الإعادة، طبعا المباراة مستمرة، وهذه السيدة الكأس تحت أنظار الوزير الأول السيد عبد الملك سلال، طبعا
والطاقم الوزاري الذي يحضر هذه المباراة. الحضور له دلالة الاهتمام بالشباب وبالرياضة وبكرة القدم التي أصبحت تشرفنا في المحافل الدولية. والدليل المنتخب الوطني ماذا يفعل قاسمي، والدليل ماذا يفعل ما فعله المنتخب الوطني في المونديالين الأخيرين، وما فعله رياض محرز المتعادل اليوم بميدان أولد ترافورد بمانشستر يونايتد، وعلى مقربة أحسن لاعب في إنجلترا في البريمير ليج إسلام سليماني. سنعود للحديث له بإسلام بعد لحظات جميلة. هذه الكرة من أحدى، هي كرة هدف لصالح النصرية، دربك داخل منطقة العمليات، ولكن عودة قاسم مهدي ينقض على هذه الكرة. غازي كريم يتفوق، تعود الكرة دائما لغازي يلعبها مع قاسمي، قاسمي مع بلال الوالي، ولكن مباشرة إلى التماس. حتى بلال نصر حسين داي بداية موفقة في الشوط الثاني، راه يضغط على حامل الكرة ما يخليش الكرة الأولى اللي تخرج من دفاع مولودية الجزائر، وهذا هو شاهدنا أن أكثر خطورة بالنسبة لنصر حسين داي عكس هذاك مولودية الجزائر اللي نوعا ما يعني راه يضيع عدة كرات في وسط الميدان. يبدو أن الليلة مصرة على الحفاظ، فريقه يحافظ على تركيزه، وبالتالي عدم الإدلاء بتصريحات ليلى تزيري بلال. أعتقد بأنه ليلى لا تسمع هنا إلى حد الآن. المهم المباراة مستمرة والتعادل. ده مشكل في الميكروفون بلال. في الفعل أنت تسمعني الآن. بلال سأل عنك وأنت عندك مشكل في الميكروفون. عندي فعلا كان هناك مشكل صغير وحل الآن. خفيش أحمي ظهرك جيدا. وأنا لا أشك إطلاقا في ذلك. على بالي بأنه التنافس في إطار الروح الرياضية بينكما. طبعا كنت أريد أن أتحدث عن الكرة الثابتة لمولودية الجزائر. لا تريدين يلا معليش ليلى وقيل صح سبتي روحك مدربة. لا لا قلت لما كثرت كرات مولودية الجزائر الثابتة يعني كثرت أخطاء مصرية. فعلا ليلى، ولو أني أدرك جيدا وأعلم الفريق الذي تناصرينه يا ليلى. الكرة في الوسط مستمرة لفريق مولودية الجزائر. مقداد رائع ممتاز، مقداد المسكرات عديدة، هو همزة الوصل بين الدفاع والهجوم. هذا زغدان وإلى من زغدان مباشرة بعيدة إلى هناك. يعني لم نتحدث كثيرا على الطور الممتاز الذي يقوم به مقداد مالك في وسط الميدان في استرجاع الكرات. يعني حتى هو بلال لاعب نعرفه ك عنده ترشيط هجومي، لاعب لي يلعب كبلاي ميكر كصانع لعب، وهذا اليوم شاهدنا ان التبادل تكلمنا عليه في الشوط الاول، تبادل المنصب بينه وبين درارجا يعطي الحلول، لكن لما يروح في الكره تروح في الاطراف، لما تحس الفتحات بين سواء حشود او زغدان ما كاش يعني اللاعبين اللي يروح في القائم الاول او في القائم الثاني، وهذا الشيء اللي خلى ان فريق اليوم مولودية الجزائر تنشيط هجومي ما كانش يعني ما داش خطوره على الحارس بوصوف. وشاهدنا هنا لاعبين 58 دقيقه الحارس بوصوف ما كانش عنده يعني فرصه او كان عنده تدخلات كبيره من طرف الكرات تاع فريق مولودية الجزائر. مباراة متواصلة صفر مقابل صفر في الدقيقة 59. طبعا بما أن النتيجة متعادلة لا بأس نذكر بالنهائيات التي انتهت بالتعادل الأبيض صفر مقابل صفر سنة 2004 بين اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل صفر مقابل صفر، وابتسمت ضربات الجزاء للاتحاد. وسنة 2009 نعم ليلى سأعود إليك، بين شباب الوزداد هي كرة بين أحدات ثنائية وفوز شوشي بسهولة. نعم ليلى، وبوزيدي طلب من لاعبيه القيام بعملية الإحماء لأنه بدون شك راح يكون فيه تغيير في اللحظات القريبة. عبد النور تعقيب، ربما هو الوقت من اجل التغيير. نظن الوقت مازال يعني 60 دقيقه ساعه من الاخر، نظن على 10 دقائق او 15 دقيقه فما هنا راح تكون يعني تغييرات. قاسم مهدي، لا يجب ان ننسى بانها مباراه كاس وبامكانها ان تمتد الى الوقتين الاضافيين، وان لم تفصل فيها يفصل فيها الوقتين الاضافيين سيتم اللجوء إلى الضربات الترجيحية. الوقت الإضافي كان في ثلث نهائيات في نهائي سنة 96 و2003 و2005، والحديث عن الوقت الإضافي سابق لأوانه قبل نصف ساعة.
عن نهاية الوقت الرسمي لهذه المباراة. وفي نصف ساعة ليلى المباراة يمكن أن تقلب رأسا على عقب وتسجل أهداف وأهداف، لأنه في الكرة الحديثة 15 ثانية عبد النور كافية من أجل التسجيل مثل ما فعله مانشستر يونايتد فعلا أمام نادي بايرن ميونخ في نهاية تشامبيونز ليج. غير جميع يعني النتيجة تغيرت في 5 ثواني فعلا، دقيقتين الأخيرتين. هاي كرة لصالح المولودية، المولودية الباحثة الآن الناشطة. رايعة من بوصوف وكرة عواج، رايعة من بوصوف، عواج كاد يفتتح باب التسجيل، كاد يفك الشفرة الدفاعية، ولكن ارتماء رائع أكروباتية من بوصوف. شاهدوا كيف قفز مع هذه الكرة التي من حسن حظه أنها علت مرمى الإطار المرمى بقليل، وإلا لكانت لدغة من عواج. سيد أحمد، يعني أول كرة بينية من مقداد إلى طلب الكرة من عواج، يعني كان في ظهر دفاع نصر حسين داي. أول كرة تاع مولودية الجزائر كانت خطورة، ما عرفش يتعامل معها اللاعب عواج، كان استعمل الرجل اليمنى، كان بإمكانه الرجل اليسرى في القائم الثاني، لكن ما عرفش يتعامل معها. نظن أول كرة بينية هي الثانية، هي الثانية من عواج بعد الأولى التي مرت بقليل، الثانية ربما الثالثة ستكون ثابتة، أم أنه ربما ستكون لاثنتين من دون ثالثة، وبالتالي ضيع الثالثة عواج. المباراة مستمرة. سيد أحمد، نعم هشام، الآن بنك احتيال أو احتياطي والمولودية يسخنون، وفي مقدمتهم عبيد اللاعب الممتاز وصاحب القامة الطويلة، لاعب فريق اتحاد الحراش. هو هشام انتهت فترة الإعارة نتاعو، سجل ليلى في مباراة النصف النهائية أمام اتحاد التبسة، وبالتالي يعتبر ذلك الهدف بمثابة الروح المعنوية التي تخليه يلعب هذه المباراة المهاجم بقوة اللي يرى في قائمة الاحتياط في خيثر أيضا، خيثر لكن خيثر يلعب على الرواق، لكن المهاجم الحقيقي هو عبيد في القائمة. الشيخ كريبازا كأنكدوت من جانب المولودية، خيثر هو تلميذ. بعد الكرة هشام سنواصل مع هذه النكتة التي أو اللقطة الطريفة التي حدثت مع خيثر، الانطلاق من هناك، ديرارجا لم يصل على الكرة، التغطية الدفاعية صدام حمزة بقوة، لم تخرج الكرة إلى التماس، التدخل من زغدان تعود لكريم غازي، طلبها من في الوسط أحدى، جميلة ثنائية بينه أحدى، يتحصل على مخالفة بامتياز، لعبها وبذكاء الكرة الأخيرة. الكرة واحدة اثنين من شوباني وأحدى، يعني أحدى لعب، يعني تكلمنا عليه لعب ممتاز تاع رواق، لعب اللي من أحسن لاعبين في نصر حسين داي، وهنا كان ضغط على اللاعب، فرض على اللاعب قاسم باش يدير عليه الخطأ، وشو هنا يعني حاول يدي الكرة، خذ الكرة بسرعته، لكن تدخل قوي من اللاعب قاسم ما خلاش أنه يروح للمرمى. التدخل وقطع هذه الكرة أمام فريق نصر حسين داي، قاسم مادي لا حل أمامه سوى ارتكاب المخالفة، ولو أنها غير بعيدة وبإمكانها أنها تستخلق حالة الطوارئ في دفاع المولودية، بما أن بلال والي هو الذي سيقوم بتنفيذ هذه الكرة، ونعرف بأنه لديه يسارية لا تخطئ في الكثير من المرات على الأقل. الزملاء فوزي شوشي يصعد فوق الجميع ويتفوق، يلعب بسرعة فوزي شوشي، والانطلاق في هجمة معاكسة لصالح المولودية، وصلت هذه الكرة من هناك عن طريق عبد الرحمن حشود، عطيه عبد الرحمن يسترجعها من حسن عدو، تلعب مع مقداد، همزة الوصل لا يكل لا يمل ولا يتعب، مقداد مالك يسترجع الكرات، ولا سبيل أمامك سوى ارتكاب المخالفة من أجل استرجاع الكرة على لاعب المولودية مقدام. الشيء اللي انتبهنا له بلال هو أن لاعبي مولودية الجزائر كلهم الوسط ميدان يجري كثير بالكرة، شوف هنا شبالين يصلاشوا يعني يمشوا كثير بالكرة، وهذا الشيء اللي يخلي أن لاعبي نصر حسين داي يسترجعوا، يكون عندهم الوقت للاسترجاع في المنطقة تاعهم، وهذا لاعبي مولودية الجزائر إن كانوا يلعبوا بوحدة اثنين باش يروحوا للهجوم، لو يكملوا بهذه الطريقه نظن راح يسهلوا على الفريق النصر حسين داي للعوده بسرعه لمنطقتهم، العوده الى منطقتهم. وهذا لطفي عمروش ينتظر ويترقب يركز يريد الحل،
يريد انهاء الامور في المباراه. ما زال يتلقى العلاج عبد الملك مقداد. يوسف بوزيدي يريد ان يذكر التاريخ، يريد ان تتحدث عنه والاخر الاجيال القادمه بانه اضاف اللقب الثاني مع فريق نصر حسينداي. التدخل من كريم غازي بقوه، كل عناصر نصر حسينداي تدافع وكلها تهاجم، والسؤال هل يستمر الصمود البدني لعناصر نصر حسينداي في ظل مباراه كاس عبد النور؟ صحيح، يعني هنا راهو المقابله راهي تمشي يعني 65 دقيقه، وهنا العامل البدني راح يصنع الفارق في الدقائق الماجيه بلال، لان ما تخفالكش بان الفريقين لعبوا يوم الثلاثاء وراح يلعب، رغم ان كل فريق خلى بعض اللاعبين يرتاحوا، لكن عدم لعب دائما في ملعب 5 جويليا والعشب الطبيعي راح من الناحيه البدنيه راح هو اللي يصنع الفارق في الدقائق الجايه لو المقابله تروح للوقت الاضافي. الكره لصالح المولوديه، تسترجع في كرات كثيره في ظل تضييعها من جانب عناصر نصر حسينداي. كريم غازي المسكورات كثيره تعود من هناك تلعب لأحدى ارتكب عليه الخطا، ولكن فعلا تلعب بسرعه لسيد احمد قاسمي باتجاه الامام. التغطيه الدفاعيه بين يريدا وبين حمزه صدام، يعني كره نوعا ما صعبه من كريم غازي باتجاه صدام. فيها مخالفه من الزغدان. كل كره يلمسها وحتى لو تكون زغدان يدير عليه مخالفه، يعني يجبره على ارتكاب المخالفات. الانطلاقه لصالح المولوديه الان، هاي جميله صعبه من هناك على الجهه اليمنى، يتوغل ويوزع الكره مباشره الى الركنيه. العزيزي يقول له انسق فيه، يعني الاكثر خطوره فعلا، لانه وصول المتاخر هو الذي يجعله يرتكب الخطا، ويدرك جيدا لانه كان مدافع قوي العزيزي. طارق الركنيه ضايريه لصالح المولوديه، والتدخل من الدفاع حبست انفاس انصار النصريه. هذه الكره الاخيره ومرت حمزه صدام غير راضي على اداء زملائه، خاصه في الدقائق الأخيرة والتواني الأخيرة على الأقل، بما أنهم تراجعوا نوعا ما إلى الخلف وتركوا المبادرة للمولودية الباحثة بركنية أخرى. التدخل من الدفاع، قاسمي استرجع هذه الكرة كأول مدافع وانطلق في هجمة معاكسة وتحصل على مخالفة، وحده هو الذي استرجع الكرة الأخيرة. ذكي جدا، ذكي جدا، ذكي جدا. ولما تشوف يعني حتى تشوف تعليمات المدرب، كل ركنيه هو يكون في منطقه يعني الكره الثانيه اللي يطيح من الدفاع فريق نصر حسينداي ويمشي بها لانه سريع. ودائما تكلمنا ان نصر حسينداي تستغل سرعه لاعبيها المهاجمين، لان فريق مولوديه الجزائر لما يكون في مرحله هجوميه يضيع عده لاعبين في الهجوم ويخلي اربعه لاعبين، وهذا اللي يكون خطر على دفاع مولوديه الجزائر. الكرة لم تمر على قاسمي، وصل عليها وقام بالتوزيعة ولكنها سهلة، يسترجعها ولكنه يفقد التوازن. شيخ عبد النور، عفوا بلال، فيه سؤال يعني محير، ما سر تمركز قاسمي بين الظهير الأيسر، بين المدافع الأيسر ووسط الدفاع، في كل مرة يتمركز في تلك النقطة؟ يعني اي مدافع سواء حشود او زغدان، هو من جهه زغدان، من جهه زغدان، لان هو عنده تعليمات نظن انا من طرف بوزيدي، لانه زغدان عنده النزعه الهجوميه وما يرجعش في كل اللقاءات، وما يرجعش في كل اللقاءات، وما يرجعش بسرعه. نفس الشيء بالنسبه لحشود بلا هشام، في كل اللقاءات البطوله او الكاس قاسمي يتمركز في تلك النقطه، وبالتالي وجد راحته في تلك النقطه يا هشام، وتمكن من تسجيل 12 هدفا الى حد الان، وهو هداف الرابطه المحترفه الأولى لكرة القدم. والمباراة مستمرة في الدقيقة 70، دائما صفر مقابل صفر. هل نتوجه إلى تعادل أبيض؟ أنا لا أريد التعادل الأبيض، أريد تعادلا إيجابيا إن كان التعادل حتى نستمتع بالأهداف. المباراة مستمرة 20 دقيقة مازالت بلال، يعني ممكن فيها أي شيء أكيد ليلى، وتعتقدين بأنه فريق نصر حسينداي بإمكانه ليلى
طبعا لانه الفريق اللي يحط الكاس هدف من اهدافه، وحنا نعرفوا ان الكاس عمرها ما تكون هدف موسمي. قالها بوزيدي بعد فوزه على بوشكوف، قال بلي انا الكاس هدفي هذا الموسم، يعني اللي يوضع الهدف كاس او الكاس هدف ليه في الموسم نظن ما يوضعهاش هكذا فقط. فعلا، ولكن مباريات الكاس لا تؤتمن، والكرة بين الشوشي يلعبها شوشي مع زغدان، يصل عليها زغدان اللي ينطلق في هجمة معاكسة يجيه قرمي، زغدان يراوغ ولكن الضغط عليه، الضغط عليه من شوباني ارتكب المخالفة. شوباني على زغدان الذي ربما كان متباطئا في الهجمة المعاكسة الأخيرة. كل لاعبين تاع مولودية الجزائر يعني في من ناحية التنشيط الهجومي لما يكونوا في الناحية الهجومية دائما فيها بطء كبير من طرف وسط الميدان، وهذا يخلي تكلمنا أن نصر حسين دائما يرجع لمنطقته، يرجع إلى منطقته ويبحث عن الحل، يريد بناء الهجمة، يريد أن يبحث ويجد الفضاء والمساحة اللازمة التي ربما تتركها عناصر المولودية المحكمة الانتشار والتوزيع على أرضية الميدان. طلب الكرة لاعب النصرية بن دبكة لأنه لم يكن في وضعية تسلل، الكرة من تماس فعلا، وحتى وصلت الكرة لم تحسب وضعية تسلل. ماذا هناك؟ تدخل من قروي، احتكاك من قروي طبعا طبعا، باين ظن بالمرفق ظن لانه كان قريبا من ميكروفون تلفزيون لذلك استمعنا للصيحه. قسو مليح يعني تحدث مثل هذه الاحتكاكات بين اللاعبين ودائما السلامه لهم. المباراه مستمره وهذه الاعاده عبد النور، اظن كان فيه خطا على قاسمي يعني طلع بالمرفق اللاعب قراوي، وكانه معرفوا انه قاسمي نقطه قوته في راسه بلال، هو معروف براسياته قاسمي يعني ضربت ثلاثه جاته في الراس، لكن سلامات قاسمي قناص اهداف في الراس. المباراه مستمره والتعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين، بين النصرية والمولودية في نهائي كأس الجمهورية في الطبعة الثانية والخمسين. لطفي عمروش أكثر الحديث مع فاروق حواسنية الحكم الدولي والآخر والحكم الرابع، ماذا يريد لطفي عمروش حداري؟ لأنه بنوزة بالهدوء فعلا، لأنه بنوزة صارم في قراراته ولا تدري الخرجة التي يمكن أن يخرج بها. انطلق كريم غازي، انطلق كريم غازي وطلبها أحمد قاسمي، الكرة لم تصله في أحسن الظروف أحمد قاسمي لأنه اضطر للعودة إلى الخلف من أجل أخذ كرة قاسمي التي كانت تنقصها القوة. زغدان، هل دخلنا في مرحلة تسيير المباراة؟ هل دخلنا في مرحلة الخوف عند اللاعبين من تلقي الأهداف؟ هل دخلنا في مرحلة التعب الذي بدأ ينال من اللاعبين وبدأوا يفكرون في الشوطين الإضافيين؟ لأنه في مباراة من هذا النوع ومن هذا الحجم الفريق الذي يسجل ستكون له أفضلية كبيرة عبد النور، أفضلية كبيرة، واللي يعرف يسير الأوقات يعني الاوقات الصعبه للفريق اللي يكون يعني في مرحله الفارغ. وهذا اظن ان نصر حسين داي عنده اسلحه على الحارس المدرب بوزيدي حتى خاصه في الهجوم، نظن باللي بامكان دخول مبينغي راح يعطي انتعاش في الهجوم. مبينغي من بين الحلول، كان ورقه رابحه في مباراه نصف النهائي امام فريق اتحاد بالعباس ووقع هدف الفوز الذي تاهلت به النصريه في الدقيقه التسعين. هدف جاء بعد تماس يعني اثارت الكثير من اللغط والكلام، ولكن لعب في كرة القدم الآن ركنية لصالح فريق مولودية الجزائر. المولودية تقترب، تسير، تبحث عن الخطأ من دفاع النصرية. ستكون عالية هذه الكرة حتى بشير رضوان صعد وكل المدافعين تقريبا، خروج بوصوف ممتاز، بوصوف يلعب هذه الكرة أو المباراة بكل ثقة وكأنه لعب العديد من النهائيات، ولو أنه أنك تلعب في النصرية وتلعب الدربيات مع اتحاد العاصمة وشباب الوزداد واتحاد الحراش أكيد أجواء الدربي شبيهة بأجواء مباريات الكأس.
هو السيد احمد لاعب سابق في شبيبه القبائل ومولوديه وهران، لاعب المنتخب الوطني اقل من 23 سنه. المنتخب الوطني عواج السيد احمد يريد ان يتوج باللقب بعد ان توج به مع المولوديه والسوبر كوب ايضا مع المولوديه سنه 2013 امام اتحاد العاصمه لما سجل هدف الفوز في وقت حساس على ملعب مصطفى تشاكر بالبليده. خسره امام الاتحاد امام الشبيبه. فعلا خسر اللقب امام الشبيبه و كان مع الشبيبه، كان مع الشبيبه وانهزم امام المولوديه في النهائي وتوج بالكاس الممتازه على حساب اتحاد الجزائر. تنقلات اللاعبين يعني في كل موسم من نادي الى نادي، يعني الوفاء للالوان قلما نجده في عند اللاعبين. لا اقول يعني الوفاء من بالمفهوم اللغوي والكره لبوصوف. يا سنه كره القدم والحياه فعلا. الترحال والارزاق يكتب لك رزق اليوم اما غدا فعلا ربي يعلم. لا اريد ان اتصور بانه ميسي سيلعب مع ريال مدريد يوما ما ورونالدو يا ليلى مع اف سي برشلونه. اشك في لما لعب لويس فيجو ولكن دي ستيفانو قبله. دي ستيفانو بلال دي ستيفانو لعب للبرصا ولعب للريال حتى لويس. بعد هذه الكره ليلى سنعود للمباراه التوزيع. فوزي شوشي لويس فيجو حساسيات فقط بلال حساسيات فقط فعلا. الكرة اللي عبد الرحمن حشود من هناك على الجهة اليمنى يفتح اللعب. المولودية تريد ربما الوصول إلى مبتغاها قبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بربع ساعة. حذاري من الخطأ الدفاعي استرجاع الكرة في الوسط انطلق من ليس في كل مرة قاسمي يمنح لك الحكم المخالفة التسديد. من ديرارجا وليد احسن ما فعله ربما من بين الحلول القلائل في هذه المباراة غابت التسديدات. وليد ديرارجا استرجع الكرة امام ثلاث لاعبين خذا كامل وقته وسدد عبد النور. يعني كان سدد وكان حتى شاف الحارس البوصوف خارج. شوف هنا هذه الكرة ما قبل الأخيرة بلال، الكرة الأخيرة دائما ضايعة من طرف وسط ميدان مولودية الجزائر. كان بإمكانه فعل الكرة يعني تمرير الكرة للاعب عواج كان يخرج وجها لوجه، لكن قاسم ما عرفش يتعامل معها. وهنا دائما تكلمنا انا وسط ميدان فريق مولودية الجزائر في الكرة الأخيرة أيضاً. نظن راح يكون في مكان شوباني راح يكون أيضا بينجي ليلى طبعا ظن راح يكون في مكان شوباني. بينجي في صناعة اللعب مكان الشوباني الذي ربما لم يكن في ذلك المستوى الذي يمنح به الأفضلية لمهاجميه. بوزيدي يعطي النصائح لمبينجي. دولي جابوني سبق وأن استخدمه المولودية، استخدمته المولودية كأول فريق هنا في الجزائر. بينجي في حديث وفي النصائح لانه الكوتشينج يعمل عملته في الدقائق المتبقيه قبل اقل من ربع ساعه نهايه هذا الوقت الرسمي. المباراه متواصله التعادل السلبي صفر مقابل صفر. اذا بلال ليلى نعم سيخرج بن علجيه ويدخل مكانه مبينجي وليس شوبان. بن علجيه سيترك مكانه لمبينجي. صيحه المولوديه انصار المولوديه الان نستمع بلال وكانهم اجتموا شيء ما وكانهم ربما لانه في الربع ساعه الاخيره امام اتحاد الجزائر وفي هذا الوقت بالذات عادت المولوديه وعدلت النتيجه وبالتالي وصول هذه الدقيقه اعطتهم الامل واعطتهم ربما الحلم في التسجيل امام فريق نصر حسين داي الذي يبقى مناصره متفرجين على مدرجات ملعب 5 جويليه الاولمبي. هذا هو التغيير الاول بخروج مهدي بن علجيه ودخول مبينجي. مبينجي مهاجم خطير عاد النصريه الى النهائي بعد 34 سنه لعبه النهائي امام دي ان سي سنه 82. هل سيعيد النصريه لمعالقه الالقاب بعد 37 سنه من الغياب بعد نهائي سنه 79 امام شبيبه القبائل؟ سؤالين ربما سيجيبنا عنهم مبينجي هذا الدولي الجابوني والسريع الذي يلعب في الامام. بلال بن علجيه اعتقد بانه كان مقيدا نوعا ما على الجهه يعني حتى شاهدنا حشود ما صعدش كثير يعني كان يعس دائما في كان دوره يعس يعني كان
دفاعيا اكثر من هجوميا. يعني شاهدنا أنا لعب حشود عودنا بالنزعه الهجوميه ما شاهدناش سعد كثير، وهذا لانه خاف من بنعلجيه، سرعه بنعلجيه في الرواق. فعلا هذه الثنائيات، الكره مسترجعه من جانب مولوديه الجزائر في ظل استفاقه الانصار على المدرجات، يدركون بان لاعبيهم على ارضيه الميدان يريدون التشجيعات، يريدون الوقوف، يريدون اشعارهم بانهم من خلفهم وسيمنحونهم الثقه والقوه والشجاعه من اجل اسعادهم و البطاقه الصفراء لحشود عبد الرحمن في اول خروج له بعد خروج مهدي بن علجيه تلقى البطاقه الصفراء. والتغيير يعني الدخول مبينغي خلى شوباني يروح على الجهه اليسرى ومبينغي يكون وراء المهاجم قاسم، وبالتالي التغيير كان في مكان شوبان في مكان لانه مبينغي هو الذي سيتولى صناعه الهجمات. مخالفه لصالح فريق نصر حسين داي، خمسه عناصر من جانبها داخل منطقه العمليات عاليه، ولكن الكرات التي يحبذها المدافعين درار جواليد استرجع الكره، الحكم ترك له مبدا الافضليه، هل سيعود للخطا ان ضاعت منه الكره؟ الان مر وقت العوده الى الخطا، تلعب لصالح المولودية، غورمي تصل هذه الكرة، من يطلب الكرة؟ زغدان، جميل افتح له الرواق، زغدان يواصل، غورمي يبحث عن الحل، يجد من؟ عبد الرحمن حشود، عبد الرحمن حشود، اوه عبد الرحمن حشود، ماذا فعلت يا عبد الرحمن حشود؟ ماذا فعلت يا عبد الرحمن حشود بهذه الكرة الصاروخية التي لا تصد ولا ترد؟ لا من بوصوف ولا من بوفون، عبد الرحمن حشود بتسديدة قوية يمنح المولودية الأسبقية في هذا النهائي الكبير ويفجر مدرجات ملعب 5 جويليا الأولمبي. هاي الأهداف التي تمنح المباراة الروح لصفاقة أنصار المولودية. الآن الحلم بالنسبة لأنصار المولودية بدأ عد التنازل، لأننا ندخل الدقيقة 82 بكرة ممتازة. حشود عبد الرحمن لم يترك مجالا للشك ولم يترك الفرصة لبوصوف في الزاوية التي لا يحبذها لبوصوف. شاهد 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 كيف سدد، خذا كامل الوقت، قلنا بأن تسديدات لا ترحم، تسديدات لا تصد ولا ترد، تسديدات لا يقدر عليها حتى الحراس الكبار. يمنح المولودية هدف السبق في هذه المباراة المثيرة والتي فكت فيها الشفرة الدفاعية يا عبد النور عند حدود الدقيقة الثانية. هدف جميل جدا بلال، شاهدنا التنويع في اللعب، الكرة راحت على الجهة اليمنى بعد الجهة اليسرى، غورمي أعطى كرة يعني لحشود، كان في وضعية هجومية. الدفاع نصر حسين داي كان بطيء وما خرجش للحامل الكرات، ونعرفوا حشود تسديداته يعني دائما موفقة، وهدف جميل جدا في الزاوية 90، يعني هذا هو اللي كنا ننتظره منه، أن الهدف يحرر يعني المقابلة. المولودية متفوقة في النتيجة بهدف مقابل صفر في الدقيقة 82، كيف سيكون رد فعل النصرية؟ هل تتمكن النصرية ليلى من العودة في النتيجة بعد هذه الهجمة جميلة لأحدى؟ من يطلب الكرة؟ بينجيم 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 بينجيم، هل يصل عليها التوزيع وفوز جاوشي؟ كل اللاعبين المولودية سجلت هدف السبق في وقت حساس في الدقيقة 82، الخبرة والتجربة تفعل فعلتها إلى حد الآن، استرجاع بعد الأنفاس. مكان مقداد بلال قبل ذلك مختار سجل 3 أهداف هذا الموسم، التحق في الميركاتو، ولكن أين؟ في غليزان أمام فريق السابق. فعلا في الدور ربع النهائي من كأس الجمهورية المولودية بخطى ثابتة أمام نصر حسين داي، نصر حسين داي الآن في صراع مع الوقت بعد تسديدة قوية وقوية جدا لم يستطع أن يصدها هذا الحارس بوصوف، الحارس الممتاز والبارع، ولكن من سوء حظه أن عبد الرحمن حشود هو الذي سدد. ويطلب من بوهنا تحذير نفسه، يعني كريبازا راح يغلق اللعب عمروش، راح يسير الدقائق الأخيرة، راح يخرج يعني وسط ميدان هجومي مقداد من المفروض، وراح يدخل يعني يزيد اللاعبين في الوسط اللي عنده من الناحية الدفاعية، من أحسن يعني من الناحية الدفاعية كلاعب بوهنا وحتى بوشريط، عكس فريق نصر حسين داي راح يهاجم، راح يدخل هشام، يعني راح يدخل مختار هشام باش يكون يعني يخرج وسط ميدان ويدخل مهاجم،
كل مدرب راح واحد راح يلعب دفاع يحوس يعني يشد النتيجة هدف اللي مسجله مولودية الجزائر وفريق نصر عين السندية باش يرجع في المقابلة. ونظن كل واحد راح يسير مقابل الدقائق الأخيرة اللي بقات وصعيبة راح تكون على نصر حسين داي. صعبة على نصر حسين داي وصعبة على أنصار المولودية أيضا، ستمر بسرعة على أنصار النصرية وبصعوبة دقيقة بساعة حتى لا أبالغ. المولودية في اعتقادنا كنا نعتقد بأن المباراة سعر إلى الوقت الإضافي. بلال قلنا بأن بسلاسة سير مباراة بسلاسة بهدوء بخبرة العميد بلال. فعلا أنت متفوق في النتيجة على ليلى إلى حد الآن بهدف مقابل. ساكت ليلى، ساكت الآن، ساكت ليلى. فعلا ليلى لن أسكت هشام لبساطة، لأنه بلوغ نصر حسين داي النهائي في حد ذاته دليل على مشواره الكبير اللي أداه طيلة موسم كامل. لا بلال المصرية الآن فريق محترف بأتم معنى الكلمة، يسير بطريقة حضارية بطريقة احترافية أنصار النصرية في المستوى. ولا إنذار بلال للنصرية هذا الموسم، النصرية لو تكمل بهذه الطريقة في السنوات القادمة سيكون لها بمشروعها الكبير. هذا الحديث ربما بعد نهاية المباراة حتى لا نقطع الأمل، لأنه كرة القدم ماكرة ولا تؤتمن وغريبة، وما زال من عمر المباراة الكثير. 4 دقائق زائد الوقت بدل الضائع، بإمكان النصرية أن تعود، بإمكان النصرية أن تعدل النتيجة، وبإمكان المولودية أن تضيف ليس فقط هدف الضمان وإنما هدف الضمان والإطمئنان. المولودية ولكنها بخطى ثابتة نحو اللقب الثامن، وتلتحق بوفاق الصيف واتحاد العاصمة ونادي المتوجين الذي دخلته النصرية سنة 79 وانتظرت إلى غاية سنة 2016 لأن تلعب النهائي الرابع لها أو الخامس بعد نهائي 68 77 79 82 في أول مواجهة لها مع المولودية. إلى حد الآن منازمة في النتيجة. نذكر بأنهم بين النهائيات التي انتهت بالتعادل السلبي نهائي جمعية أولمبي شلف مع فريق اتحاد الصيف وامتد إلى الوقت الإضافي وتمكن من السعود من أداء اللقب الوحيد لفريق جمعية أولمبي شلف سنة 2005 هنا، ونتمناه لهذا الفريق العريق أيضا الذي شارك في تشامبيونز ليج العودة إلى حضيرة الكبار. الكرة ما زالت لصالح المولودية تريد أن تحتفظ بها أكثر. جورمي وبعد الاستعراضات في التدخل. نعم أنيكدوت، أمس حشود التقيناه في الفندق طبعا، قال بأن رجاء لا تعلنوا مشاركتي الرسمية لأني أريد أن أفاجئ المصري. سأسأل هذا السؤال عند نهاية المباراة وتتوج المولودية إذا ما انتهت النتيجة على هذا الحال، سنسأل هذا السؤال. فعلا حتى وإن لم تتوج المولودية فيكون قد فاجأ النصرية بتسديدة قوية رائعة. قلما نشاهد هذه التسديدات. حشود عبد الرحمن أثبت بأنه اختصاصي وحتى يعني شاهدنا بلال التغيير الآن، رجوع في ضد فريق اتحاد العاصمة بهدفين، واليوم سجل في وقت حساس في نهائي كأس الجمهورية. يعني اللعب حشود قطعة أساسية بالنسبة لمدية الجزائر، ولما استحقت هذا اللعب هاي اللي عمل الفارق اليوم، سجل فيه تسديدة. بشير رضوان يخرج متأثر بإصابة ويدخل بوهنة بعد لحظات، حتى خبرة بوهنة اللاعب السابق لشباب قسنطينة، هو لاعب مغترب يدخل يربح في بعض التواني. بشيري رضوان المولودية كما قلنا الآن لو نتحدث بأعصاب باردة أو أنصار الأندية الأخرى تقول بأن المولودية أصبحت على مقربة العد التنازلي الآن 30 ثانية عن الوقت الرسمي، ولكن مع ذلك أنصار المولودية ما زالوا ولن يأتمنوا كرة القدم إلى غاية الصافرة النهائية. كيف لا، هذا النهائي السادس الذي تلعبه المولودية هنا. و بعد الكرة التدخل من الدفاع عادت، هل سيسدد مقدار بعيدة نوعا ما؟ الوقت بدل الضائع سيعلن عنه الحكم بعد لحظات. والمولودية 4 دقائق، 4 دقائق ستكون طويلة وعريضة على أنصار المولودية وقصيرة على أنصار النصر حسين داي، الفريق الذي فاز على المولودية في الرابطة المحترفة الأولى وتعادل مع
لكن إلى حد الآن الخبرة والتجربة حاضرة، خبرة المولودية بحشود وبزغدان وبدم وببشيري وبفهم أو قاسم وبقرمي ومقداد وقروي ودرارجة إلى حد الآن متفوقة في النتيجة. هذه شخصية الفرق الكبيرة، يعني لما يعني يكون في أوقات الصعبة يعني كاين في اللاعبين اللي صنعوا الفارق، وهذا اللي شاهدناه أن فريق مدية الجزائر ما عملتش مقابلة كبيرة، لكن في الوقت الحساس صنعت الفارق بتسديدة اللاعب حشود، وهذا هو يعني شخصية تاع الفريق الكبير. لا، والمولودية نفسيا مرتاحة كريباز في الجولات الأخيرة، المولودية في أحسن أحوالها، يعني حتى من ناحية البسيكولوجية يعرفوا بدل الضائع. المباراة مستمرة والمولودية تريد أن تربح بعد التواني في ظل التراجع وعدم ردة فعل. بلال، خمس دقائق بقي من الوقت، أربعة فقط نذكر. فعلا بقيت أربع دقائق عن نهاية هذه المباراة ككل. دائما المولودية متفوقة بهدف مقابل صفر في عرس الجزائر، عرس الكرة الجزائرية، نهائي كأس الجمهورية في طبعته الثانية والخمسين. هل المولودية ستخلف مولودية بيجاية في على عرش المتوجين، أم أن النصرية تؤجل الأمور إلى الشوطين الإضافيين؟ المهم العاصمة والجزائر زاعية اليوم بفضل أنصار هذين الناديين، خاصة معاقل المولودية التي اهتزت اليوم بالشاشات العملاقة التي نصبت في ملعب فرحاني بوصوف. والله أديت ما عليك وكنت حارسا بارعا، ولكن تلك التسديدة كانت قوية وقوية وبعيدة، لن تحبدها لا أنت ولا حتى بوفون. نعم، قلت أن كرة قاسمي اللي ضيعها ستكلف النصرية فعلا، هي كرة أخرى الليلة في بعض الأحيان هكذا تضيع كرة سهلة تتلقى هدف وتندم في الأخير، الوقت الذي لا ينفع فيه الندم، ولكن هذه الكرة وأبجديتها وقوانينها لابد من فائز في المباراة النصرية. النصرية ما زال الخطر لصالح النصرية، والحكم ماذا يقول؟ يقول في مخالفة لدفاع المولودية. النصرية كانت قاب قوسين أو أدنى، النصرية كانت قاب قوسين أو أدنى من تعديل النتيجة، ولكن بنوزة محمد قريب وعمروش كان يغمى عليه، يعني عمروش لطفي طبعا يبدو أن الحلم اقترب بالنسبة لعمروش لطفي الذي كان هو المدرب المناصر بلال ابن مدينة باب الواد. قال كنت أحلم وأتخيل نفسي قبل ثلاث سنوات لما مروا بالكاس، لما فازوا على شبيبة القبائل وهو مع ابنته الصغيرة، أن سيأتي اليوم الذي أصعد في تلك الحافلة، وذلك اليوم قريب يا ليلى أستسمح فيه لأنه بقيت بعد الثواني فقط ويحقق الحلم. أم أن بوزيدي يعود ويعدل النتيجة؟ إلى حد الآن لطفي عمروش يكتب اسمه رفقة الكبار الذين منحوا المولودية ألقاب كأس الجمهورية، البداية بعبد الحميد زوبا سنة 76 والثلاثية التاريخية، إلى عبد النور كاوا أو المولودية اللقب لم يكن الأول كان في سنة 1971 فعلا، ثم الثاني سنة 73 أمام اتحاد الجزائر، والثالث في سنة 76، والرابع كانت في سنة 83 في نهائي مثير أمام جمعية وران. 23 سنة بعد ذلك المولودية عجاف، وعادت سنة 2006 فأمضت الهدف. بلال نعم. بنوزة يدعو الجميع إلى وسط الميدان، لماذا؟ هذه نهاية المباراة فعلا، نهاية المباراة. بنوزة محمد ماذا يقول؟ يقول ولكن لماذا استدعى الجميع؟ لا ندري لماذا محمد بنوزة إلى طريفة، هذه طريفة لقطة ستبقى لي بنوزة لأنه سيعتزل هذا الموسم، وبالتالي ولو أنه ترك بصماته في تاريخ الكرة الجزائرية ممكن كان حبي يستلم الكرة ويصفر النهائي فعل، لأنه الكرة الكل يبحث عنها، كرة النهائي الانطلاق في هذه المباراة يعلن عن نهاية المباراة.
بفوز فريق مولودية الجزائر وتتويج باللقب الثامن. هنيئا للمولودية وللطفي عمروش، التتويج بلقب كأس الجمهورية في طبعتها الثانية والخمسين. النصرية لم تخيب اليوم، النصرية لم تخيب اليوم، ولكن كأس الجمهورية لابد لها أن تختار عريسا واحدا. هذا كريم غازي وخيبة الأمل. كريم غازي توج مع المولودية قبل موسمين، واليوم يخسر هذا النهائي مع نصر حسين داي مثل ما خسر. أو نعم لي قسمي أمامي سأحدثه، أعرف أنه صعب، لا يريد الحديث بينما عمروش يحتفل لأنه متوج. طبعا عمروش بإمكانه يغني لك، ليس فقط أنه اللي يقول اليوم تغني غني إخوان ماكري على بان بردو على الحديا. عمروش راح يجيب هشام الإبن، يعني هشام راح يكون شاهد على تتويجك اليوم بدموع الفرحة. شفت لما هشام يدي فيري في باب الواد، كان حلم انك تقود هذا الفريق. والله يا هشام حلم كبير تحقق لي، ماكش تسنى كاع، كنت تروما كنت مدرب. الحمد لله فضل الرجال اللي داروا فيها ثقة، ربي عز وجل نشكر الرجال والله عز وجل. الحمد لله جسمي طريف فيها، الحمد لله قدرت نلحق مولودية من الست جي دوك خلاص سيب. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. واش يقول هشام البابا والمولودية؟ بلال دعني أتحدث لبوزيدي. نعم نهائي النصرية فعلت ما عليها وقامت بما عليها بوزيدي. على كل حال احنا الحظ انا نقول اليوم كان من جهة المولودية، احنا كنا ما نقدروا نسجلوا بريمير ميطون دوزيام ميطون، وهم احنا 3 متر 300 ما عرفناش نستغلوا، وهم من 30 استغلوها. الحمد لله انا نقول باللي كاين روح رياضية، كاين واش كنا نتمناو من نلحقوا النهائي لحقنا، تمنينا نرفدوا الكاس، ولكن احنا كرياضيين محترفين كالناس اللي عندها الروح تاع الفيربلي، يعني نقول باللي راح نتقبلوها نورمال، وهذه هي كرة القدم. مبروك على المولودية. شكرا جزيلا ليلى. نعم معي حشود، لانه كان فيه حوار بيننا امس، قلت لي رجاء ما تقولش باني سالعب تيتيلار، خبي الاخر. قلت لك علاش؟ قلت لي راح نفاجئهم. يا سيدي حتى انفاجئ الفريق تاع النهد، والحمد لله لا فيكتوار. غادي نشكروا بزاف لو بيبليك، سورتو انا واحد من الناس نط الصباح شت لا تيلي جوايه 9 تاع الصباح، الشعب دخل على 6 تاع الصباح، طاحت لي الدمعه على جال هذا الشعب. حرام ما نربحوش اليوم امام الشعب على 7 تاع الصباح. كان كما نقول لك كان المدرجات كانت مكتظره، هذيك هي اللي خلتنا اليوم ندخلوا بقوه. والحمد لله هذه كما نقول لك هذه الكاس نهديها للاسر تاعنا، ونهديها للزوجه تاعي، ونهديها ليما ولكل العائله تاعي. النصريه اليوم فريق رائع بجمهور رائع باداره رائعه، يعني 37 سنه ما نالوش الكاس، واش نقولوا للناس النصريه اللي يحبوا النصريه؟ لانه صدمه قويه. هشام يا سير النصريه كما نقول لك مدرسه كرويه، خرجت لاعبين كبار كما رابح مجار، كما نقول لك ما يتقلقوش على جال الخساره هذه، وان شاء الله احنا نزيدوا فرحهم. كما نقول لك ان شاء الله يفرحونا، بس كل سنه هذه قدموا مستوى افضل، ونشكرهم بزاف على الاداء تاعهم تاع اليوم. نعم ليلى كريم غازي عذرا. نعم كريم، هذا هو النهائي، نهائي كاس الجمهوريه ماشي مباراه بطوله. تبتسم لي كلما تبتسم الشيء اخر كما يقولوا، هذا هو هو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وش حاب نقول لك؟ الحمد لله اولها وقبل كل شيء نحمد ربي في السراء والضراء. هذه الدنيا كاين واحد رابح واحد خاسر، اون ا بيردو لا تيت اوت سي ليسونسييل، و سي سا الفوتبول. يا ان فانكور يا ان فانكو، انا نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اون في ان تري تري بون باركور هكذا، اون فا با ريغريتي، اون ا دوني ا فون. يلعب يعني ويحكم على اعلى المستويات، يعني المعروف الحكم بنوزا كان في المعروف يعني في المقابلات الكبيره يعرف يسيرهم، وعلى خير دليل اليوم يعني سير مقابله وكان في المستوى، يعني ما خلى لا صغيره ولا كبيره، كان في دائما قريب للقطات، وهذا من خبره بنوزا يعني.
شاهدنا عبد الحق تشالي وشاهدنا الان قراري المساعد الثاني البنوزة، مثال ربما يقتدى به بالنسبة للحكام الشباب وحتى جمال حمودي وحتى العديد من الحكام الذين شرفوا الصافرة. الآن التكريمات بالنسبة لفريق نصر حسين داي الذي يستحق هو الآخر تقدير. كل التشجيع وكل التقدير على مشواره في البطولة وعلى عودته القوية بالأمس القريب. هشام ليلى كنا كان نصر حسين داي آدم بينجي ربما يصارع من أجل البقاء، واليوم يلعب نهائي كأس الجمهورية ويحرج الكبار. إذا سمحت بلال، ختامها مسك سي بنوزة. الحمد لله، الحمد لله، مقابلة كانت جميلة. أهدي النهائي لعائلتي، أهدي لرئيس لجنة فدرالية التحكيم. الحمد لله ربي وفقني في المهمة. أهدي لكل مكونة بالنوزة لما كان صغير حتى الحكم الدولي، والحمد لله التوفيق من عند الله. وكمان أهدي لزميلي زميلي في المهنة إلى محمد زكريلي، بدون ما أنسى زميلي كذلك، أهدي له هذا النهائي هو زهر إبراهيم. شكرا الموفق. الميكروفون للحكام لأنه كلما يتحدثون يا هشام فعلا يشكر الله اليوم بالتوفيق له، وبإمكاننا أن نستفيد من خبرته وتجربته مستقبلا، كما نستفيد اليوم من خبرته من تجربة محمد زكريني وحتى محمد يوبي. تتواصل ميداليات توزيع الميداليات المركز الثاني والفضية لعناصر فريق نصر حسين داي، هذا الفريق المفخر الذي قدم العديد من الأسماء اللامعة في الكرة الجزائرية. قول من سوء حظه أنه التقى عبد النور مع واحد من الاختصاصيين في الكاس، يعني يجب أن نقول الحقيقة، 9 نهائيات 8 ألف. يعني حتى النهائيات وحتى الحظ في بعض الأحيان يعني هو اللي يصنع الفارق. بلا لما تشوف أن اليوم شاهدنا مقابلة مقبولة من ناحية الفنية، ما كانش في مستوى عالي، لكن صنع الفارق يعني بتسديده، والتسديده راحت يعني في الاطار وفي الزاويه 90، ما خلت حتى ولا شيء للحارس بوصوف، لكن الحظ يمكن والتجربه هي اللي تصنع الفارق في النهائيات. الجيلين يعني جيل المولوديه الحالي منذ سنه 2006 الى حد الان، هذا هو النهائي الرابع. 2006 فاز لقب 2007. نعم هشام، هناك شيء جميل جدا، لاعبي المولوديه بقياده تشوشي وغنون رفقه الانصار، يعني أكيد لأنهم ليشونج يسموه بكاو يعني لتبادل الأغاني. فعلا لأنهم بكاو هشام قبل 3 مواسم هنا على ملعب 5 جوليا أمام الغريم التقليدي اتحاد الجزائر. كان موسما صعبا متقلبا جدا للمولودية التي اليوم ربما الفرصة أمامها من أجل إثباتها بأنها فريق عريق، وبأن ذلك الخطأ لم يكن هكذا، وإنما يعني اليوم المولودية تصعد لتسلم الميداليات الذهبية. هاني لها وهنيئا لهذا الجيل الذي قلنا يتواجد للمرة الرابعة في النهائي 2006 2007 2013 و2014 و2016. هذا شيء مش سهل بلال، يعني فريق اللي عنده تجربة كبيرة في الكؤوس ويعرف يسير المقابلات ويسير النهائيات، واليوم شاهدنا خير دليل اليوم أن مولودية الجزائر ما كانتش أقوى من نصر حسين داي، لكن عرفت تسير النهائي، وهذه هي تدخل شخصية الفريق، هنا تدخل شخصية الفريق، واليوم مولودية الجزائر استحقت التتويج هذا. عبد النور، نعم والله نعم. لقطة رائعة جدا، أحمد قاسمي يقبل والده ويهديه الميدالية، كان يتمناها الذهبية طبعا، وكان يتمنى أن يهديه الكأس، لكن نزع الميدالية وأهداها لوالده الذي جاء ليشاهده في هذه المباراة. شيء جميل هذا ليلى، وأن لما تنهزم في النهائي شيء صعب على اللاعبين، يعني هزيمة مرة بالنسبة للاعبين، لكن هذه هي كرة القدم، يعني فيه فائز وفيه منهزم، والكأس هذه كتبت لل فتح طوال هو يعني الآخر له دور كبير في ما يقوم به بوصوف اليوم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. دائما فيه خاسر وفيه رابح في عالم كرة القدم، قالها كريم غازي، وهو الذي يدرك جيدا كيف لا، وهو الذي لعب 9 نهائيات كاملة، فاز في نهائيات وخسر نهائيات، وبالتالي ليس دائما نفوز. نعم ليلى، بوصوف أمامي لا يمكن أن نتحدث مع لاعبي نصر حسين داي دون
أن أتحدث معه. بصوف نهائي أديت ما عليك في هذه المباراة، هذه هي مباراة الكأس، نهائي يمكن أن يربح أو يخسر. واش حبيت نقول لك كيما اليوم ما حب جو بونس انا ما حبتناش، انا حبينا كيما يقولوا نفرحوا البيبليك تاعنا ونزيدوا ندخلوا التاريخ اكثر، لحقوش لا فينال. حنا حبينا صح لحقنا لا فينال ابري 34 ولا 35 اون سيري بلال، حبينا نزيدوا ندخلوا التاريخ اكثر باش نفرحوا البيبليك. هذا عنده بزاف مزاج، واش هي اليوم نظن انا ما كتبش ربي ما حبتناش، حبت المولوديه. نهنيهم على الفوز هذا، وكيما يقولوا احنا On va essayer de travailler peut-être l'année prochaine ou l'inchallah dans ma cas. Inch'Allah, Shahedna Bouzidi, مدرب النصرية الذي تسلم الميدالية الفضية طبعا هنيئا له. المدرب بوزيدي يدرك جيدا بأنه يعرف كرة القدم، ويدرك بأنه الكأس ولا بد تختار واحد، يختار المولودية التي لا علاقة يعني خاصة مع كأس الجمهورية. تيري بلال بشعبية كبيرة حتى من أنصار المولودية. أكيد تيري بلال، لأنه نص عمره إلى حد الآن هذا سيلفي ملتقى من قراوي أمير مع معالي الوزير الأول السيد عبد الملك سلال، ولو أن الكاميرات موجهة طبعا والصور التذكارية الخالدة عفوا لهذا النهائي المستمر. بوهنا الذي أخذ مكانه في المرحلة الثانية، هذه طبعا السلفيات على المباشر يعني فعلا حق لهم ذلك، الموضة الجديدة. لا حق لهم ذلك والله، صور جميلة. هذا اللاعب الشاب بلال شريف الوزاني. بلال نعم، معي قاسمي على المباشر أكثر المتأثرين نقول بخسارة هذا النهائي. قاسمي نهائي بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا اليوم النهائي ما يتلعبش يتربح، ونظن ادينا مقابله جميله، مي مالوريزمون كيما نقول لك النتيجه ماشي كيما كنا حابينها. سي سير رانا ديزي اليوم باسكو كنا حابين نهديو الكاس غالي هذا البيبليك اللي عاوننا كاع لا سيزون. انا بيرسونالمون نشكر اللاعبين باسكو نظن تلحق النهائي سي ديجا حاجه، نقول لهم يعطيكم الصحه علي ساكريفيس ستاف تكنيكس ستاف ميديكال كاع الاداره اللي وقفت على الفريق هذا. سي هذا هو الفوتبول، واحد ربح وواحد خاسر. نقول لمولود الجزائر فيليسيتاسيون، وحنا عندنا شبان اللي قادرين كيما يقول لك يزيدوا يلحقوا لها كيما يقول في المستقبل القريب. نطلبوا السماح من البيبليك تاعنا اللي كيما يقول لك دار فينا الثقه كاع لا سيزون، نقول مالوريزمون ماشي كيما كنا حابينها. لكن ما تحشموش بهذه الخساره، لكن غتزيدوا مباراه كبيره. عندنا لاعبين شبان، نقول لكم كيما خاصتنا شويه، كاين اللي جوا خاصتهم شويه ليكسبيريونس، مالوريزمون هذه هي راكوب ماشي كيما كنا حابينها. نشكر اللاعبين بزاف ونشكر البيبليك اللي سالنا في هذا الموسم، ونقول فيليسيتاسيون المولوديه. وهذه هي كره القدم، واحد ربح واحد خاسر. فعلا فعلا ليلى، شكرا لك ولحسين قاسمي الذي هو الاخر سبق وان توج او احمد قاسمي يعني الذي سبق. لا جميل ان نتذكر دائما حسين قاسمي. فعلا جميل حسين قاسمي رحمه الله اللاعب السابق في شبيبه القبائل والهداف. طبعا متواصله التكريمات بالنسبه لعناصر مولوديه الجزائر التي تتاهب الى بعض لحظات لاستلام هذه الكأس. هذا عبيد لم يشارك، عبيد في النهائي التاسع في تاريخ المولودية والتتويج الثامن بألوان المولودية. هذا قاسم مهدي سعيد جدا لأنه لم يخسر النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد أن خسره الموسم الماضي. عكس الصديقي وزدناه. عكس الصديقي وخسره 2013. نعم مع المولودية. هذا هو سايح دحمان المحضر البدني لفريق مولودية الجزائر، والصورة رائعة من جوهرة الكرة الجزائرية. ملعب 5 جويلية الذي يحتضن هذا النهائي الرابع و30 منذ تأسيسه. المولودية تحقق لقبها السادس هنا على ملعب 5 جويلية الأولمبي. كما قلنا اللقب الأول كان مع اسماعيل خباطو في 71، واللقب الثاني كان في 73، والثالث كان في 76 في موسم استثنائي الثلاثية. عبد النور كاوا المدرب الحراس اليوم في 83 أمام الجمعية، ثم براتشي سنة 2006 قاد المولودية، 2007 ريكو فابرو أضاف اللقب. هذا عنده
لم يشارك، خسر النهائي مع اتحاد الحراش وربح النهائي اليوم مع المولودية. جمال مناد خسر النهائي سنة 2013 ولطفي عمروش يضع اسمه في سجل المولودية. عبد النور حتى فؤاد بوعلي كان فاز بالكأس الجمهورية سنة 2014 مع شبيبة القبائل. فعلا هذا مقداد ملك يتوج باللقب الذي غاب عنه الموسم الماضي قد مولودية بجاية. فما مولودية بجاية تواصل التكريمات والكأس تتآب بعد لحظات لمنحها لقائد المولودية عبد الرحمن حشود. سأصور أيضا في قائد الفريق، قائد الفريق اليوم هو شوشي شوشي يعني منذ زوج مقابلات استلم شارة القائد من اللاعب حشود. وكأني بما امام اتحاد تفاهم عليها من اجل ان يحمل لقب كاس الجمهوريه، وهو الذي من عمر غريب فعلا من عمر غريب الذي لم يتوج بها سنه 2013. عزيزي طارق حضوره في كرسي احتياط مولوديه الجزائر اكيد انه اعطى الدعم للمدرب الشاب يعني كان بالخبره تاعو اللاعب العزيزي التحاقه بالطاقم الفني اعطى يعني الشيء المطلوب منه. نظن هذا هو يعني اللاعب اللي يكون عنده مشوار ثري من حيث التجربه والخبره. نظن هنا اللاعب العزيزي اللعب مثال بالنسبه لهذو الشبان هذا. هؤلاء الشبان الذين يتاهبون لرفع كاس الجمهوريه الثامنه في تاريخ المولوديه بعد لحظات. عواج سيد احمد ياخذ سيلفي اخر مع الوزير الاول عبد الملك سلال، وبعد لحظات سيمنحهم لقب كاس الجمهوريه. كاس الجمهوريه في طبعتها الثانيه والخمسين المولودية. هذا لطفي عمروش حقق الحلم مع كبير بلا اكيد فعلا حلم التتويج بلقب كاس الجمهورية. وفي حديث مع عبد الملك سلال الوزير الاول الذي يشارككم فرحته ايضا وحضور في هذا النهائي دلالة على الاهتمام بالرياضة وبالكرة الجزائرية التي بدأت تعود للعالمية. الكرة الجزائرية طبعا من خلال المنتخب الوطني ومن خلال سفراء اللاعبين. كنا نتحدث قبل لحظات هذا هو مسجل هدف النهائي ومسجل هدف التتويج ومسجل هدف وبأي طريقة وبأي كيفية. يعني اللاعب يسجل هدفين يعني في نهائيين بلا سجل أمام لما كان في وفاق اسطيف ضد شباب بلوزداد وزاد سجل اليوم. يعني اللاعب اللي لما تسجل في النهائيات تعتبر من أحسن اللاعبين في البطولة. عمر غريب طبعا مع في حديث عمر غريب الذي يعود. هذا فوزي شوشي ربما حشم نوعا ما فوزي شوشي وهذه الحلاقة أكيد خلوك طويل عليه فعلا اللقب الثامن هو طويل عليه فعلا. سيتسلم كأس الجمهورية فوزي شوشي وهذه الصور التذكارية مع معالي الوزير الأول عبد الملك سلال الذي يمنح الكأس الجمهورية الثامنة في تاريخ المولودية. وتتربع على عرش المتوجين أيضا رفقة الوفاق ورفقة اتحاد الجزائر. هنيئا للمولودية هذا التتويج المستحق وحد أوفر لنصر حسين داي. مولودية الجزائر لم تخيب وبطريقة ذكية وبخبرة وبتجربة كبيرتين تمكنت من التتويج وإسعاد هؤلاء الأنصار وإطلاق العنان لأفراحهم في مختلف معاقل أنصار الشنوة. وهذه الأزيج والأغاني التي تتغنى بتاريخ المولودية العريقة التي تتوج باللقب. كيف ستكون أحوال مدينة باب الواد وما أكيد ليلى صور رائعة. سيتوجهون مباشرة إلى البوديوم بعد لحظات من أجل إعطاء
صور أخرى والاحتفال بطريقة أخرى ونتابعها على المباشر أيها السادة والسيدات. هو عمر غريب يعني هذا يعطي أنه في المستقبل في كرة القدم في مرة تنهزم ولا تفوز بالكأس وفي المرة المقبلة عبد النور تفوز وهو وهذا خير مثال أن فريق نصر حسين دي كلهم لاعبين اللي يتكلموا كانوا في روح رياضية وتقبلوا الهزيمة وهذا شيء جميل. اليوم تفوز غدوة تنهزم وهذه كرة القدم وهذه الحياة. مولودية الجزائر بعد أن انهزمت في نهائي الاتحاد فازت بلقبين منذ 2013 ل 2016 فازت بلقبين. النصرية على مدار تاريخها لم تكن فازت في لقب واحد وكان لاعبها يعني لاعبيها يعني تحية تقدير لهم وحتى للاعبية المولودية. نعم ليلى سيتوجه اللاعبين بعد لحظات تلك المنصة لنشاهد الصور الجميلة. نعم ليلى نذكر أنه اليوم يوم مفتوح وأنه اللاعبين المتواجدين بكأس الجزائر سيكونون في التلفزيون الجزائري ضمن حصة خاصة هكذا طبعا ديو المركزي وضيوفي بوزيدي وللسرب الأصفر الذي لم أو الغواصة الصفراء هكذا التي لم تنجح في اجتياز البحر الأخضر والأحمر. اليوم مولودية الجزائر تتوج للمرة الثامنة وتصبح لها نفس الرصيد من الكؤوس مع اتحاد الجزائر ووفاق سطيف، يعني 24 كأس ل